واطيب التحيات لكل المشاهدين اللي انضموا هلا لقناه ال بي سي وروتانا خليجيه حتى يتابعوا معنا حلقه جديده من ببيروت. هالبرنامج اليومي يلي بيطل لمده ساعتين ونص من الوقت، وبهاللقاء بيسعدني اليوم رحب بزميلتي ساشا دحدوح يلي غابت عنا فتره هيك تقريبا حوالي الشهر، كانت عطله الامومه. اهلا وسهلا ساشا. هلو نانسي، كيفك؟ الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ الحمد لله على السلامه. اشتقنا لك كثير. انا اشتقت لكم قد الدنيا عن جد، يعني امبارح مثل ما حكيت على تويتر قلبي كثير عم بدق كانه اول حلقه. هيك حسيتي هلا؟ حسيتي هيك كانه اول حلقه؟ امبارح لبكه اكثر، بس اكيد اشتقت لكم، اشتقت لفريق عمل ببيروت ولكل اللي بيتابعوا برنامجنا كمان ببيروت. ونحن كمان اشتقنا لك. يلا هلا بدنا نبلش كدس هيك اسئله. شو؟ نطمن. انا الضيفه ولا اليوم انت الضيفه وانا بدي احاول. انت المحاوله. ساشا قولي لي قد ايه صار لهم تقريبا شهر؟ عمرون الكتاكيت. كتاكيت البنات شانا وسايا. شانا وسايا بكره بيطبقوا الشهر. والله يستر العين عنك، يعني ما مبين جود شيء على السريع. اكيد هلا لازم نكون دايتيشن معنا. قولي الدكتور نادر بعد شوي بيفيدنا. بدي اشوفه اصلا قديش كان النظام الغذائي الصحي. شانا وسايا شو معناتها؟ هذا الشيء دائما عم بيسالونا عنه. اوكي، شانا هو شاينينج. اوكي، يعني شيء هيك نور، بيوتيفول او جميل. سايا هو جابانيز نيم، اسم ياباني، يعني ساند، الرمل، رمل البحر. حلو. هلا في كذا معنى على الانترنت نقدر نشوفهم، بس انه هيدا اللي لقطته انا على ال انترنت. حلو كثير. شو رايك دكتور نادر؟ صعب اهلا نحيي لدكتور. اسامي نحن على طول بنفتش على الاسامي الهيك اللي بتبقى مميزه. مميزه. والاسم كثير صعب تختاره دكتور، صعب لانه اسمك الشيء الوحيد اللي مش انت بتختاره، اهلك بيختاروه. سو شانا اتس شاين شاين. حلو حلو. ثانك يو. واهلا وسهلا كمان بمصممه الازياء زينه صليبي. كيفك زينه؟ زينه انت منيحه؟ شو اخبارك؟ منيحه. وانا كمان بدي رحب بساشا واقول لها الحمد لله على سلامتها، واشتقت لها كثير كثير. وانا كمان الله يخلي لك اياهم. ثانك يو زينه، وخلي لك اولادك يا رب. شو عندنا اليوم موضوع؟ اليوم ننسي بقى نحكي شوي على الاوتفيت، الفلورال اوتفيت يلي هي بدي انه شو يعني فلورال؟ فلورال يعني كل شيء ورد برنتد على الثياب. رح نحكي عنهم الطريقه كيف فينا نلبسهم، لان احنا بنعرف انه عاده بكونوا شوي معجقين، فنحط طريقه تكون اوريجينال وستايلش وسيمبل بذات الوقت. واكيد معنا الاوتفيتس رح يكونوا اون سيت لنفرجي اكثر لايف. كثير لبق لك الفلورال الستايل كله اليوم عن جد، يعني اليوم فاتت ما ضل حدا اسم الله. رح ندق على الخشب من فينا. دكتور شو الموضوع؟ اليوم بدنا نحكي عن الحفاظ على الجسم، وبدنا نهنيك يعني اكيد السيدات من بعد ما يكونوا حاملين بتوأم كثير صعب انه يضعفوا، لانه فعلا بيمرقوا بتغيرات كثير مهمه بفتره الحبل. بدنا نحكي عن البوتوكس بالمعده كيف بنحف ولمين، لانه في ناس لازم يعملوا لايبوساكشن باي ليزر، شفط الدهون بالليزر، ما بيصلح لهم البوتوكس، وفي ناس لا بل بالعكس البوتوكس افضل من شفط الدهون او من العمليات، ومن عمليات التخسيس الكين باي باس ولا سليب. لكن رح نوضح هيك للمشاهدين اكثر عن البوتوكس، لانه يمكن صار يتريج انه كل العالم سمين عنده بطن يلا بعمل بوتوكس بالمعده، نعمل عمليه او عمليه، بس حتى نوضحها. وطبعا رح يكون في عنا مواضيع ثانيه بنتعرف عليها سوا بهاللمحه السريعه. مصمم الازياء عبد محفوظ بضيافتنا وبيحكي عن العوده الى لبنان لتقديم احدث مجموعاته بعد 10 سنوات. فقره غذائيه رياضيه بتعلمنا شو ناكل وكيف نتدرب لنحصل على قوام رشيق للصيف. مكياج مباشر بانمي الخبير التجميل نبيل مخول بيختصر موضه مكياج صيف 2015. وأحذية مبتكرة من تصميم أندريا وازن بتحدثنا عنها المصممة بنفسها. وطبعا مواضيع ثانية بتهم كل الأسرة. مواضيع مميزة مثل ما عودناكم برنامجنا ببيروت، ورح نبتدي بأخبارنا. وأنا خبريتي عن فندق غريب عجيب، فندق جودزيلا تحديدا، رح يفتح أبوابه قريبا لاستقبال الزبائن. التفاصيل لهالخبر اكثر بضم فندق بالعاصمه اليابانيه طوكيو، تمثال ضخم مثير للاعجاب بيبلغ طوله 12 متر لراس الغوريلا المعروفه باسم جودزيلا اللي ظهرت بالفيلم الشهير عام 1954. ويمكن مشاهده اجزاء من تمثال جودزيلا بست غرف بالفندق، منها غرفه بتطل مباشره على عين جودزيلا، وغرفه اخرى بتخترق فيها مخالبها الحائط الموجوده خلف السرير.
وبيتكون الفندق من 30 طابق و970 غرفة، وبيبلغ سعر الغرفة في حوالي 200 باوند استرليني لليلة الوحدة و300 بعطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. وقال المتحدث باسم الفندق أنه هالفندق بيأتي كجزء من استراتيجية للتحضير لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بعام 2020 لجذب العديد من السياح الأجانب لزيارة هالفندق وزيارة بلادهم، وبدهم يقدموا أفضل خدمة للزبائن. يعني شيء بخوف، شيء مرعب. هلا انا ممكن روح مثلا اعمل نيوي بلانش، اقعد مع رفقاتي فعلا نيوي بلانش، اتبرم اتفرج بس انه نام ولا ممكن. حتى انت دكتور عم تعملي بايدك هيك لا، وخاصة انه تنامي بعيد الغرفة اللي بتطل على عينه او على مخالبه، يعني يا عين شيء بخوف. كيف بيطلعوا بهال انه بيعملوا افكار؟ يمكن بفكروا انه هذا الشيء، يمكن في اشخاص بتحب هالاشخاص، في اشخاص يمكن ايه بتحب هيك شيء، بحبوا يعيشوا هيك نوع من مغامرة. بس نحن السيدات يمكن بتحسها انه قلبهم ضعيف، ايه لو حساسين. مش معقول افكار جديدة. حلو، افكار جديدة ونام افكار جديدة. احتاروا شو بدهم يعملوا دايما هيك، خاصة بالفنادق. مرة بتذكر دكتور حكيتنا عن فندق كمان كثير مميز، مرة قلنا في شيء كلب كمان، بيت شيء كلب بتفوت كأنه على قلب، ومرة بالصين شيء هيك. يعني تم بنائه ب 15 يوم كان. ايه كمان بس هون في هدف لهالفندق يعني للألعاب الأولمبية. صح. ايه. اوكي، من طوكيو رح نروح على لندن، وأطلق دار سك العملة البريطانية قطعة نقدية تذكارية من فئة 5 باوند استرليني تكريما لوضع أميرة كامبريدج كيت ميدلتون مولودتها الجديدة ب 2 أيار. وبيساوي قطر القطعة النقدية المذكورة 38 ملم وبيبلغ وزنها 40 جرام، ورح تنبيع 400 نسخة من هالقطعة النقدية المسكوكة من ذهب عيار 22 بثمن تقريبا 1800 باوند للقطعة الوحدة. كما رح تنبيع 9500 قطعة نقدية تانية مسكوكة من الفضة بوزن 28 جرام، كل وحدة منها بسعر 80 باوند. ونقشت صورة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية على وجه القطعة النقدية، بينما رح تظهر شارات السلطة الملكية على ظهرها، كما نقشت عبارة أمير وأميرة كامبريدج وعلى شرف ولادة الطفلة الثانية. ورح تقدم 2015 قطعة نقدية فضية من فئة باني واحد هدايا للأطفال يلي ولدوا بنفس يوم ولادة الأميرة الصغيرة. وهيدي المرة الثانية يلي بيسك الدار البريطاني الملكي فيها قطعة نقدية بمناسبة ولادة فرد من أفراد الأسرة الملكية، وكانت المرة الأولى بمناسبة ولادة الأمير جورج يلي هو ابنه للأمير وويليام والأميرة كيت عام 2013، وتم بوقتها سك قطعة نقدية فضية بقيمة 5 باوند وانباعت حوالي تقريبا 10,000 قطعة على مدى ايام. يعني اكيد هالبرنسس بيبي جير شاغل الدنيا هلا، ضمتها شو حلو يعني. انا اول مره شفت الصوره كثير مهضومه، وامبارح حكينا انه سموها تشارلوت اليزابيث ديانا، ثلاث اسامي، تشارلوت طبعا لتشارل امير تشارل تشارلز، واليزابيث للكوين، وديانا لا طبعا ليدي ديانا الراحله يلي توفت بحادث سياره بيبريز، واللي هي سته بتكون يعني. حلو حلو، بس عن جد ما بقى في خوف على بريطانيا. بنتمنى على الامير ويليام اند كيت يجيبوا كثير من البنون والبنات حتى يطلعوا كثير من هول العملات النقديه. صح، عن جد انه ما بقى في خوف على بريطانيا بهالايام. حلو كثير. اوكي، من هذا الخبر رح ننتقل الى خبريتك دكتور. اليوم خبريتي عن جينيس. اليوم تمكن نيك ويلندال البهلوان الشهير من دخول كتاب جينيس للارقام القياسيه مره اخرى بكونه اول شخص يمشي عبر عجله اورلاندو اي بفلوريدا، وبيعتبر هالدوليب اكبر عجله على الساحل الشرقي للولايات المتحده. وتم تصوير هالعرض ببث مباشر عندما كان ويلندال متهور عم بيوقف على علو 122 متر عن سطح الارض. هالعرض لم يكن العرض اول رقم قياسي بيسجله نيك ويلندا، لانه كان بال 2013 كان اول شخص بيعبر لجراند كانيون او ما يسمى بالاخدود الاعظم على حبل مشدود.
يعني اوقات بيصيروا ما بيعود عندهم ما في شيء وقفهم ما بيعود عندهم خوف، والجرأة اللي عندهم بتخليهم يعملوا اي شيء لو كان بيهدد حياتهم. هلأ عندهم بالخطأ. شغف بروح يعني عندهم روح المغامره ايه بيبقى في عالم هيك الادرينالين عندها بيبقى كثير يعني عالي. بالنهايه الواحد لازم يشغل شوي راسه، لانه يعني مثل ما قلت بالبدايه متهور، هو كانه مش فرقانه معه شيء، مهم بس يدخل كتاب جينيس ومنه مربط حاله ولا عنده اي وثقه. وانا بحس انه اوقات كمان في اشياء بجينيس بوك انه اوكي حلوه واحد يكسرها، بس في اشياء انه يعني اذا بدك ما في شيء من وراها يعني يعني مثل هيك اشياء مثلا انه يطلع يمشي على دولاب ما بيكون عم يمكن تسحط اجره ايه انه ما بيكون يعني عم بيقدم شيء حلو مثلا انه تقولي ما بعرف ما بعرف اذا شفته على انستغرام بشيء ان دبي. كثير في من الشباب اليوم بيمشوا على سطوح الابراج هيك على حط كثير صغير وبينطوا وبيعملوا اشياء بهلوانيه فعلا غريبه. بعتقد لو بيقدموا على جينيس بوك كمان بياخذوا ارقام قياسيه على هالجرأة. يعني انت بتبقي عم تتفرجي على الفيلم ما بتقدري تتفرجي عليه وما بيكون خايف من المخاطره. ايه بس انا بتحس هون انه في شو يمكن حلو ايه. مثلا مثل هذا الشخص طالع عم يطلع هيك انه بتحس انه ما كمان ما في شيء حلو من وراه، يمكن انه شو ينطوا على السطوح بطريقه مخاطره حلوه يعني في شيء مهضوم. معك بس حق سينا، معك حق، موافقك الرأي. رجع على البيت، رجع على البيت. خبرينا شو الخبريه؟ انا اليوم خبريتي عن امراه امريكيه فسخت خطوبتها بسبب 16 لعبه بتملكها وهن مفضلين عندها. بسيطه ايه بسيطه. وحبها الشديد لهدول الدمى والالعاب الصغيره واهتمامها البالغ فيها جعل خطيبها بوضعها اذا بدك بموقف انه تختار بينها وبين هيدي اللعب. خيرها يعني. مزبوط خيرها، وبنهايه المطاف هي اختارت اللعب. وكانت خطوبتهم يعني استمرت 8 اشهر من الوقت، وبس شعرت هي انه خطيبها عم بغار كثير من هيدي من هالدمى واللي هي اذا بدك عم بتجمعها، بقى قالت انه هي كانت بودها انه تبقى معه، بس هو وضعها بخيار كثير صعب لانه هي بتعتبر انه هول اللعب هن كل شيء بحياتها. بس ليكي مش حيالا لعب، ليكي هالمناظر من يعني مش انه لعبه حلوه او لا دمى، بس كانه ما بعرف ليه حسيت كانها بتقدم شيء. شو هي وهالدمى؟ ما بعرف، كانت عم تحكي بالميكرو وماسكه، بس ليك شكله ما بعرف ايه. انه بش ما بعرف غريب. معقوله معك حق، يعني عندهم شيء اكروميجالي كل شيء كبير إيه؟ عندهم هالدمى غريب. رايحين عند حكيم الغلط التجميل. مش جايين لعندك دكتور، مش هيك. من بعد هالجوله هيك على الاخبار يلي قمنا فيها، صار وقت انا هلا انتقل عند الشيف وسام حتشيت. ما بدنا كالوريز يا ننسى، شو حضرنا؟ ياي لا ما بفتكر في كالوريز، بس في ريحه كثير طيبه. بونجور شيف. بونجور، اهلا وسهلا فيكي. ماشي الحال؟ يعطيك الف عافيه. الحمد لله تمام. تفضل شيف، شو عنا اليوم؟ اليوم عنا تشيكن سلاد حبلش فيه اول شيء. اوكي. هيدي الصوص اجمالا لبنه ولبنه مع حر وجوز. اوكي. حطها بكعب الشوكه. طحنهم مع بعض يعني؟ لبنه وجوز وحر. برجع من بعدها حستعمل الروكا. اوكي. اوكي ها دغري بقلب السيركل. بنكبسها شوي على اللبنه تعطيك مش بقلب الصحن. اوكي اوكي. هيدي روكا غريب لونها شوي، هيدي اجنبية شايف. من برا مش اجنبية بتكون نعم. زيت الطعمة؟ ايه تفضلي. لازم تذوق لاعرف. هون عم زيد الزعتر البلدي مع القصعين مفروم ناعم. عندي خلطة شوي بتكون حادة أكثر عادة الروكا اللبنانية. عندي شوية دجاج هون مشوي، رجع عمل له ميكس مع الشامبينيون المقلى وال اوكي هون سفاين. كيف شويهم بالفرن؟ بالفرن بعدين برجع بقطعهم. اوكي. ورجعت عملت الخلطه مقلى بصل وجزر وفطر وجايب لهم صوص الكاري بهارات الكاري. اوكي حطيتهم كلهم بالشركل هون. هون حزيد شويه اللبنه على الوجه كمان كرمال نعمل البرزنتيشن تطلع حلوه. هذا اخر شيء بس تكبسها بتطلع هيك مثل الساندويتش. بتطلع الشركل كلها سوا مع بعضها. اوكي طيب اللبنه مع الدجاج نعم. هالكومبينيشن مع بعض، هيدي الكومبينيشن اذا بتزيد عليها الحر والبهارات اللي بتحبيها انت على ذوقك بتطلع كثير طيبه. بتطلع كثير طيبه اكيد كل شخص. في خبرك كمان، انا هيك سر، انا دائما بعمل ساندويتش لبنه بحط لها كاري كثير بحب. معقول كثير. وخضره لازم تجربها هيك فرنجي زيتون وبندوره. نجربها. حزيد بورشن دجاج على الوجه.
اوكي اوكي قبل ما زينه على الاخير هشيل السيركل. سهل يطلع. أوكي. نعم على السريع. وهذا شو هذا الزعفران. زعفران هزد له شوي زعفران. زعفران عادة بحطوه بال بقلب الطبخ مع الرز. نعم صح بيعطي اللون الاحمر شوي. اوكي بس ما بيعطي نكهة. بلا بلا بيعطي نكهة كثير قوية وبيغني يعني بتصير الطبخة كثير غنية لما بنزل له زعفران. اوكي صحي هو للجسم وللمعركة. هون حزيد الرمان. والرمان طبعا عنده فوائد عديدة دائما نحكي عنها بالبرنامج. اوكي واذا بدنا اخر شيء فينا نزيد نقطة زيت زيتون على الوجه. هيدا شو يعني بيعتبر كستارتر؟ هيدا سلاد. لا عندي ستارترز حاستعمل انا اليوم الصومو. هعمل صومو طرطار. اوكي اوكي هيدا الصحن صار جاهز سلاد. وبالنسبة للستارترز حاستعمل الصومو سلمون. بدك نحطه هون سلمون طرطار. نعم هلا بعدين مش عم نحطه بالبراد لما ينتزع ولا فينا نخليك الحلقة هيك. لا بينتزع دغري اللبنة دغري تنضري والدجاج دغري. وشوفي عنا هون عم نجهز للغدا. لسا عشوفه البرغل على بندوره مع القريدس والزعتر والزعفران كمان. العين لمين طابخ اليوم؟ لك لكل مشاهدين بفتكر ال بي سي وروتانا خليجيه. صحتين. اوكي طيب أوكي. على فكره البرغل كثير صحي كمان وما بينصح. مزبوط شاف رح نرجع لك خلال الحلقه نتابع كل التحضيرات معك. وهلا عوده لعند ساشا لنشوف شو محضرت لنا تقرير. التقرير التالي نانسي ما بده كتير تفكير بس السؤال بيقول ليش جورج كلوني زوج مثالي لأمل علم الدين. التفاصيل بهالتقرير. أعجبتنا الفكرة أم شعرنا بالغيرة؟ فالحقيقة هي أن جورج كلوني زوج مثالي وعريس تمنته آلاف نساء الأرض قبل أن يختار أمل علم الدين دون سواها. أمل دائمة الأناقة والتألق أمر مفروغ منه لكن الحقيقة هي أن جورج يتدخل في كل إطلالاتها وينتقي معها ملابسها فيقول لها ارتدي هذا ولا ترتدي ذاك من حبه لها ولأنه يريدها أن تبدو مثالية حتى إنه بنى لها في منزلهما رانوي أو منصة عرض تحيط بها المرايا من الأرض حتى السقف ومصممة مع إضاءة محترفة كي تتأكد أمل وجورج أن كل ما سترتديه جميل من جميع الزوايا وتحت الإضاءة الفاضحة والتي تقع في فخها شهيرات كثيرة. وأكثر جورج زوج تقليدي يعرف الأصول إذ دعا تالا شقيقة أمل ووالديها بارعة ورمز علم الدين إلى العشاء للاحتفال بعيد ميلاد تالا وهي شديدة الشبه بأمل وتسميها الصحافة العالمية بخليفة فيبا ميدلتون شقيقة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون. أما أمل فلم تحضر العشاء الذي تم في إحدى مطاعم نيويورك لأنها كانت تلبي دعوة إلى مؤتمر في واشنطن ويبدو أن عيون الحسد لاحقت تالا إذ أنها وقعت أرضا بينما كانت خارجة من العشاء وهي ترتدي حذاء ذات كعب عال من تصميم جون باتيستا فالي إلا أن صاحبة العيد بخير طالما أن جورج كلوني سهرها العتيق. عين وصابر قولك بتصير كمان دعاية شوز قال عسيتها ايه. مرة وقعت كمان مين الوقت عمونا دعاية ديور كمان كانت قايمة تاخد الأوسكار جينيفر لورنس كانت قايمة تاخد الأوسكار وقعت فعملوا لها دعاية لديور. ايه بتطلع دعاية بينزل بكل على فكرة دايما كمان بنحكي انه قديش أمل علم الدين بتلبس كتير حلو طلع انه جورج القصة كلها بس انا عن جد ما بدها سؤال وما بدها تقرير يعني نعرف جورج كلوني ليش زوج مثالي لأمل علم الدين. لأنها لبنانية وبتعرف تدلل زوجها ذكية.
اوكي، من بعد هالجوله على الاخبار هيك والتقارير يلي قمنا فيها، دكتور اكيد رح تبقى معنا، رح ندخل بالموضوع يلي اخترت لنا اياه بعد الاعلان. زينه كمان هيك دائما بهمنا تكوني موجوده معنا. انا كمان خاصه شي تجميلي كلنا بنحبها. كلنا اكيد اكيد جمهور روتانا كمان، جمهور روتانا خليجيه مرافقنا وهالشي بيسعدنا. رح نتوقف للحظات قليله مع الاعلان وبنرجع نتابع. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار، بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي، موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. لك علي اني احبك لين اموت، ولي عليك لين اموت تحبني. مريت ابكي على بابك واذكر هنا ماضي لنا وايام منسيه. حقك علي ما كان قصدي اجراحك، يا ليت فين الجرح والله ولا فيه. اروح لوين انا عنك، وتدريني شلون انا انسى. اليسا في باريس، الجمعة 15 مايو 2015 في لو بالي دي كونغري دو باري. للحجز الاتصال. واخيرا فرحة عمري بعيش انا ليل ونهار وانت جنبي. حلبول عباس يا اسكندرية يا قلب عنك. شكلي لك بقى واحد من الاثنين وخلينا نخلص. يا ولدي يا مشي يا ابني يا ده انا بالي طويل وانت عاجبني يا ليلي يا ابني. بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني. ويا يا 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 Hello everyone. When we say entertainment, we mean it. Don't you give back, just keep your eyes on me. عصف باب سبيشال هايلايت لهالاسبوع عن البوم حب ومكسر للنجم جوزيف عطيه. حبك بعد غيبي. وشو محضرينكم بالباب اب ميوزك نيوز. ومين هن ذا 5 worst celebrities to meet in person؟ جي لو، ريهانا او جيمس فرانكو؟ او الكون جيرد ليتو؟ او يمكن روبرت دينيرو؟ مين بيعرف؟ وهالاسبوع ببابا بوعدكم انه رح نتذوق اطيب ايس كريم والاغلى ثمنا بالعالم. يعني مثل ما شفتوا بابا از اون فاير، كونوا على الموعد. بوب اب الليله الساعه 7 المساء على ال بي سي. واحد برنامج، واحد مرتبة، 41 أغنية، وأنتوا وحدكم بتقرروا. آخر الإصدارات وأهم الأصوات بالعالم العربي.
40 السباق الرسمي للأغنية العربية. شاركونا على الإنستغرام وفيسبوك top.40 and don't forget to post your comments. وما تنسوا تصوتوا وتدعموا فنانكم المفضل ليوصل للمرتبة الأولى. سباق مستمر والكل ناطر top 40. top 40 ثلاثة الساعة 7 المساء على الـ LBC. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. ننطلق مواضيع حلقتنا لليوم وبندخل فورا بالموضوع اللي اختاره دكتور سعب، التنحيف من خلال تقنية البوتوكس بالمعدة. دكتور سبق وحكينا كثير عن هالموضوع بحلقات سابقة، بس رح نرجع نتوسع وناخذ تفاصيله. خبرنا شوي عن هالتقنية إذا بدنا نقارنها بالعمليات التقليدية للتنحيف. أكيد هالتقنية هي جدا بسيطة، ما في عوارض جانبية، منا اتس نون انفيزيف، تستغرق 10 دقائق من الوقت، الإنسان بيقوم بيكمل حياته الطبيعية كأنه شيئا لم يكن. ما ضروري يحضر حاله قبل بشيء، ومن بعد بياكل طبيعي. لكن بتختلف عن العمليات أكيد، لأنه العمليات بدها يكون عندك وزن كتير مرتفع فوق ال 130-140 كيلو، يلي اسمه موربيد اوبيزيتي، يعني يكون السمنة رح تقتلك وهون بتجبرك انك تعملي عملية. لكن للأسف بالبلدين العربية نحنا كتير من الأطباء بيعملوا عمليات لناس 70-80 كيلو 90 كيلو، يلي هيدا كتير غلط، لأنه عم بتغيري مسار الأكل كله سوا بالجسم، وهالشي بخربط الميتابوليزم بالجسم. البوتوكس بالمعدة هي تقنية أكيد جديدة، لكن تعتمد على حقن البوتوكس ومادة أخرى. البوتوكس معروف من سنين أنه بنستعمله لإزالة التجاعيد، وبنفس المبدأ هو حقن البوتوكس بجدار المعدة للحد من تقلص جدار المعدة، وبالتالي المعدة بتضل مليانة وما بتعود تفضي الأكل اللي فيها. وقت ما بناكل بنشبع، بيجي وقت الوجبة الثانية بعد 6 ساعات بنقوم تحت ناكل بنلاقي حالنا فل. يعني بنقدر ناكل بس بناكل عادي طبيعي، ولا حتى نحن عم ناكل بصير كمية الأكل أقل؟ أكيد بتاني وجبة، يعني أول وجبة أكلنا فل عادي، وصلنا على تاني وجبة بعد المعدة مليانة، كرمال هيك بناكل لقمة، تاني لقمة ما بنقدر ناكلها، لأنه يعني كأنه واحد خلص الأكل رجعت حطيتي له وجبة تاني يرجع ياكلها، ما بقى يقدر ياكل. هيدا هو الهدف بالشبع. طيب وفي كتير اشخاص يعني انا بسمعها من الناس، طب هالاكل اللي بقي بالمعده انه مش خطر يبقى بالمعده؟ بالعكس ابدا، بيعمل تومبون بالطب، بس نقول تومبون يعني فرق، ما انت المعده تفضي الاكل وتصير تفرك على بعضها تعطيك احساس الجوع، وبالتالي بتصير اوقات تعمل تقرحات. الناس يلي ما بياكلوا خاصه الصبح مع الوقت بتضل تفرك المعده، بتعمل تقرحات وبتعمل ألسر بالمعده. كرمال هيك نحن وقت ما بيضل يبقى الاكل بالمعده بخفف من الاسيديتي اللي بالمعده، بخفف من الريفلاكس اللي بيطلع لفوق، وبخفف من التقرحات اللي بتصير بجدار المعده. طب دكتور صعب لها فتره هالتقنيه بلبنان، كيف انا اول ما نجيبها على الشرق الاوسط؟ اوكي. هي موجوده بجون هوبكنز بامريكا، وبامريكا بيعملوها، بيستندوا على حقن البوتوكس مثل ما قلت. البوتوكس هو FDA approved من سنين، كرمال هيك اكيد. وهالتقنيه بتتم من خلال وضع المنظار داخل المعده، وهون بيكون سهل جدا على الطبيب حقن الجدار المعده، لكن لازم يعرف وين يحقن البوتوكس وبأي منطقة، لأنه إذا حقن بالمكان الغلط بيعطي ما بيعطي الإحساس بالشبع المبكر. ما بيعطي سايد إفكت أو مضاعفات إذا الوضع بمكان خطأ، بس ما بنعود نستفيد منه، ما بيعود عندنا هالإحساس بالشبع المبكر يلي هو الهدف إنه الإنسان يضعف. يعني بالنهاية نحن ما بناكل وبنصير بنضعف، إتس فيري لوجيك، يعني لأنه مش عم ناكل ضعفنا. إذا بدك أنا بسميه هيدا ريجيم غصب عنه للإنسان، لأنه كثير من الناس ما بيقدروا، ما عندهم إرادة يتبعوا، ولا ما عندهم إرادة يمشوا بريجيم معين، بقى هون غصب عنه ما عم بيقدر ياكل. ودكتور صعب غير العمليات التقليدية ما ننسى الأدوية كمان، بدون وصفة الطبيب أو استشارة طبية، هل يعني بيقطعوا الأرقية بوقفة الشهية؟
كثير ناس عانوا من هالمشاكل، أخذ الأدوية والأفراد بالحبوب الصينية أو العشب الصينية، لأنه تبين بالمستقبل أنه هودي بيأدوا لأمراض سرطانية، أكين بالكلى، أكين بالكبد، أكين بالبنكريا. كرمال هيك إضافة إلى الديهايدريشن أو جفاف الجسم اللي أودى بحياة كثير من الناس كانوا عم ياخذوا من هالحبوب أو شفناهم ب قدام مداخل المستشفيات على الطوارئ، لانه ما بقوا فيهم يحركوا من الافراد بهالحبوب للتنحيف. دكتور، بس انت قلت في البوتوكس للمعده وبضعف، ناس بلشوا يقولوا في كمان بوتوكس برات المعده بضعف، بتزبط؟ انا سالتك قبل بمره بس يمكن ما كانوا حاضرين، الناس ما كانوا عم يتابعونا، بتزبط؟ صاروا هن انه في تقنيه ليش لحتى لي نحقن البوتوكس داخل المعده، فينا نعمل برات المعده وزيت النتيجة؟ أبدا منه مزبوط. البوتوكس إذا بده ينعمل للتنحيف ما بيتم إلا بجدار المعدة، ومثل ما بنعرف جدار المعدة هو كتير رقيق، وبالتالي إذا عملنا البوتوكس داخل جدار المعدة معقول نفوت بكذا نعمل إيماتوم ونعمل مشاكل قبل ما نوصل على المعدة، وما بنقدر نحدد بالضبط قديش سميكة حيط المعدة لحتى نحقن فيه، لأنه على مليمتر واحد فينا نكبهم داخل المعدة، وهون بيعملوا مشكلة كأنه واحد شرب بوتوكس. يعني عملية دقيقة كتير، مش مين ما كان بيقدر يعملها، وإذا الشخص مش مؤهل يعني خطرة. يعني هي بسيطة جدا إذا اتبعناها بالأصول اللازمة، وخطرة كتير إذا واحد عملها بطرق غير معتمدة. يعني إذا واحد فوت بوتوكس بحيط المعدة هيدا كله هرطقة وما في شيء أساسي من الصحة. البوتوكس يحقن من خلال المنظار داخل المعدة، يلي هو أأمن شيء وأسلم شيء وزيرو سايد إفكت، أهم شيء ما في عوارض جانبية، مش مين ما كان مين ما كان بيعملها. طب زينة، شو رأيك بهيك تقنيات عادة؟ يعني بتتدخل شوي إذا زبونة مثلا قصدتها لزينة وبدك تصممي لها أي هلا أي ما هلا عم تعبي مع الدكتور نادر؟ إيه هلا بما أنه عم تعبي مع الدكتور نادر صار عندي حل كثير مشاكل، يعني بس تحصل عندي. شو رأيك؟ أكيد أنا بعتبر إنه هيدا الشيء عن جد، يمكن قد إيه في أشخاص أوقات بخافوا يمكن من العمليات الكثير كبار، أو حتى بيكون مثلا عندهم وزن مثل ما قال دكتور نادر منه كثير كبير، وعن جد عم بيصيروا مهووسين بجسمهم بطريقه كثير بشعه ومأثرين بثيابهم بحياتهم على نفسيتهم، وبذات الوقت ما بدهم يقوموا بالعمليه يلي اذا بدك الكثير كبيره اللي كان عم يحكي عنها دكتور نادر. بقى هيدا حل، انا بعتبر حل وافانتاج لكل الاشخاص اللي يعني موجودين. مثل ما قالت زينة، عمليه تكتيم او تحوير المعده هن عمليات كبرى وإلهم كثير مشاكل، إلهم كثير عوارض سلبية بتأثر على الإنسان. كرمال هيك في كثير من الناس بيخافوا. أنا بدي أقول البوتوكس بالمعدة ما بحل محل العمليات. أكيد بالعمليات كمان في عنا فيل الريت، مش كله بينجح، كثير منه بيكون عنده عوارض سلبية، وفي منهم ما بياخدوا نتيجة أبدا. اللي بياخد نتيجة وبيستفيد يعني هيدا أفضل شيء. بالبوتوكس أكيد عندنا فيل الريت يمكن بيتعدى، ما بيتعدى الواحد بالعشرة، يعني 10%، لكن هون بيكونوا الناس يأسوا، ما عندهم حل، ما عم بيضعفوا مع الرجيم وما بدهم يفوتوا خوفا من العمليات الجراحية الكبرى، أكين تكميم أو تحوير المعدة، بيبقى عندهم منفس يلي هو البوتوكس. كثير من الناس يمكن كان فوق وزنهم فوق ال 150 كيلو، كنت من الرافضين إنه أجري لهم البوتوكس بالمعدة، لكن استفيتوا. يعني عندي شخص ضعف 12 كيلو باسبوعين، يعني فعلا من اجمل ما نتائج. طب يعني خساره هالوزن بيتفاوت بين شخص أكيد واخر؟ اكيد. والحلو بهالتقنيه بتقدري تعمليها على بنت 60 كيلو 70 كيلو، يعني ما له علاقه الوزن لانه غير مضره بالجسم وما عندها عوارض سلبيه، بينما العمليات لازم تكون فوق ال 120 130 كيلو الانسان لحتى تقدري تعملي هيك نوع من العمليه. لكن بدي اقول انا هون شغله ونوضحها مره، انه اذا كان عم نحكي عن سمنه بكل الجسم، هون بيشتغل عليها البوتوكس والعمليات الجراحيه اكين باي باس او سليب. لكن اذا كان عندنا تنقول تراكمات دهنيه بالبطن او بالارداف او بالفخاد بمحلات لوكالايزد محدوده، هون افضل نلجا الى شفط الدهون بالليزر.
لكن إذا كان السمنة عامة بكل الجسم فينا نعمل بوتوكس، إذا كان بس موضعي بنعمل ليزر. أما في بعض الناس لجأت إلى إجراء البوتوكس للحد من الإفراط والشهية الزائدة، ولجأت بنفس الوقت إلى شفط الدهون بالليزر، وهيك مع بعض تقنيتين مع بعضهم وفعلا كتير مبسوطين، نتيجة حلوة. كرمال هيك لازم نعرف نشخص هالمرض وعلى أساسه نحط التقنية اللي بتتطابق مع هالشيء الأنسب. طيب دكتور، بالنسبة لهيدي التقنية، تقنية البوتوكس، لمست هيك تجاوب من الناس بالدول العربية مثلا، بلشوا يقوموا بهال يخضعوا لهالعملية ولا لا؟ أكيد كتير في عليها طلب نانسي، لأنه ما تتصوري الخوف من الجراحة. بالنهاية بتبقى الجراحة في عنا مشرط، إضافة إلى المشاكل اللي معقول تواجهنا، وخاصة الناس اللي أوزينهم كتير تقيلة. أكيد كتير من الناس اتصلوا فيي بحثا عن البوتوكس بالمعدة، لأنه لجأوا إلى عمليات جراحية سابقة مثل بايباس وسليب وما استفادوا أبدا. بقى هون بيها البوتوكس ما بنقدر نحقنه عند الناس اللي اوريدي عاملين جراحه بالمعده، كرمال هيك ما بتقدر تساعديهم. هلا بالنهايه يمكن ساعات اربع اشخاص صار لهم فوق السبع سنين عاملين سليب وما عم يستفيدوا، بعدهم عم بينصحوا. بقى عم بعمل دراسات على هالناس اذا بيقدروا يستفيدوا بقى حتى نبلش فيهم ونقدر نساعدهم قدر الامكان، لانه ما عندهم غير حل. العمليه وعملوها وما استفادوا، صح، بقى ما عندهم غير حل وما عم يقدروا يضعفوا معالجين. طب دكتور سعد، هون بالنسبه لتقنيه البوتوكس بالمعده الى فتره معينه بترجع بتزول، لازم يرجع هالشخص يعاود هالتقنيه، صح؟ اكيد البوتوكس بيضاين للست شهور، لكن الهدف بهالفتره اللي هي ست شهور نعود الانسان من خلال الفود ثيرابيست والدايتيشن انه شو لازم ياكل او شو نوعيه الاكل، يمشي على لايف ستايل غذائي معين. أكيد ما بده ياكل شوكولا بفترة البوتوكس، لأنه الشوكولا فيه كتير كالوري، فيه ياكل فيه يشرب شوكولا شو. نحن على السوائل ما بنقدر نتحكم، فينا نتحكم على الأشياء اللي بيوقفوا بالمعدة، يعني الأكل اللي بناكله اللي شوي سوليد. بينما السوائل في ضل يشرب أشياء يكون فيها كتير كالوري وما يضعف. كرمال هيك بدنا نوقفه عن الهاي كالوريز مثل الشوكولا، بدنا نوقفه عن الفاست فود ما ياكل منه كثير، وعن انه يتعشى وينام، لانه شغله كثير سيئه لهضم الاكل، وبالتالي هون بتخليه ينصح اكثر. اوكي، بنعوده على هالاشياء لحتى من بعد ما يخلص مفعول البوتوكس يكون تعود على نمط غذائي معين يكفي فيه حياته من دون ما ينصح. هيدا الهدف. ثانك يو دكتور، ميرسي كثير لحضورك معنا، بنشوفك اذا الله راد الاسبوع الجاي. زينه رح تبقي معنا لانه بعد الاعلان رح يكون في عنا فقره غنيه بالموضه. لحظات قليله مع الاعلان وبنرجع نتابع، خليكم معنا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار، بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي، موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. الفنان محمد المشعل يطلق أربع أغاني جديدة. عجل، كثر الأسى، قطع حبال المودة، خلاك من عيني تطيح ودا. يا نافد اللي، يا نافد اللي، يا نافد اللي، يا نافد اللي.
عاشق مغربية تجدونها حاليا على موقع itunes.com، كما تجدونها على شبكات الاتصالات لتحميل النغمة الخلفية لموبايلك. أرسل كود النغمة إلى رقم بلدك. إنتاج روتانا. ألف 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 مبروك، كتبت معنا بي ام دبليو جديدة. الله يخليك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول لك الله يجزاك خير، فعل الخير معروف في شعب المملكة العربية السعودية، وعسى إن شاء الله يوفقك ويكتم من المسجد على إيدك وتاخذ الأجر. يمكن أنت تكون الرابح. شاهد سحوبات حياتك أحلى كل خميس بعد برنامج كورة على روتانا خليجية. اربح حتى $10,000 يوميا. للاشتراك أرسل كلمة انضم أو جوين أو غجوة لرقم بلدك، كما بإمكانك المشاركة عبر الاتصال على الأرقام التالية. عروض أزياء مودلز وإكسكلوسيف باس لكواليس الفاشن ويك. كل هالمواضيع بتوصل لعندكم يوميا بكاتوك. آخر وأهم التصاميم من عواصم الموضة بنقدم لكم إياها، وأكيد مباشرة من الرانوي. كاتوك، مشوار يوم العالم الأزياء الجلامر والفاشن. So get ready for the ride. كاتووك يوميا الساعة 11 المساء على الـ LBC. انه فرح بتبهدلنا، شفت بعينك هالمره انت ملكة المشاكل. لا لا لا، ببعض المشاكل بتحب اوقات تحب تكون لحالك. يا قليش مرتك انت، انا احلامي دايما بتتحقق. بتخلوا تشوفوا الحياه بطريقه غير. فرح بيسكت. ايه وجعتيلي راسي. واللي كان مصاحبها احلى منك بكثير. يلا باي محمود. محمود خايفه حتى وعبه الكرسي. اميزنج. تاخذي وقت لتتزوجي حتى بعد الشمس وتغيري. وهول الثياب اي ونت تو دونيت. بوكا رح تكون فيرست كلاينت تبع ستيلا. ياس عندها ديت. ايوه. لو شو اكثر شيء بتحب البنت؟ تكون مثل هذين. ذا سيسترز اخوات خوات. الجمعه الساعه 7 المساء على الـ LBC. بنصح باستخدام سينسوداين. مجرد انه الواحد غير معجون اسنانه غير في حياته. الموضة عنوان فقرتنا التالية، وبصرنا هلا نستقبل مصممة الأحذية أندريا وازن. أهلا وسهلا فيك. هاي كيفك؟ Good and you؟ الحمد لله. وكمان بعد معنا مصممة الأزياء زينة صليبة. هلو. هاي. أندريا، بعد تجربة وخبرة بعالم الأزياء وصولا إلى دار لبوتان، صار عندك براند خاصة فيك. خبرينا عن هالمشوار هيدا. يعني المشوار صار كتير هيك بالصدفة. بحياتي ما تصورت رح اخلف بالسكربينة. انا كل حياتي بحب كتير المودة والفاشن يعني مثل كل البنات، وكنت بحب ارسم وبحب السكربينة. انا وصغيرة اي سكربينات امي امشي بالبيت بلا ما تعرف يعني. اوكي. وكلنا هيك وبحب الكعب وبحب هيك يعني. انا كنت مرة كنت عم بعمل ستاج عند ايدي صعب، وكانوا عايزين شيء للاكسسوار. اوكي. بلشت ارسم لهم شوز وهيك، وصاروا يقولوا لي انه عن جد شو بترسمي منيح، انه يلا كملي وهيك. قلت اوكي. بعدين تعرفت على شيء اسمه لبوتان، غرمت يعني، وصرت اقول خلص انا بحلمي اشتغل عند لبوتان. اوكي. وهيك فتت لعنده، صرت اعمل ابلكيشن. كنت عايشه بلندن. اوكي. وكنت عايشه بباريس قبل كمان.
واعمل ابلكيشن وما فوتوني ماشي. كنت اعمل يعني ولا حتى كنت اربح مصاري يعني اي ونت فور فري بلاش بس يعني. ايه اخر همي شو بس بدي فوت لعنده وفتت وتعلمت كثير يعني الاكسبيرينس كانت بتجنن. ودي صار لك بالبراند الخاصه فيك؟ صار لي 2 years in November يعني okay. a year and a half. اها طب اندريا شو التصور اللي حطيتيه بس انطلقتي بالكولكشن الخاصه فيك اللي حملت اسمك؟ يعني انا بقول انه في قصدي كاسبيراسيون شو التصاميم يعني هيك كيف تخيلتيها لتنطلقي لحالك؟ انا فكرت انه رح تكون اصعب من ما كانت لانه كثير انا ام فيري لاكي يعني ما بعرف تقول بالعربي محظوظه محظوظه انه عائلتي كثير دعمتني كمان وامي كثير كمان شي بليفد ان مي انه يلا كملي وعملي سو ات واز اهين من ما فكرت. بس لما فتت فيها صرت اقول انا اهم شيء عندي السكربينيه تكون حلوه وكمفورتبل وبذات الوقت تعطي كمان جمال للمرأة يعني اجريا يبينوا حلوين وبذات الوقت تكون مرتاحة لانه المرأة اذا ما انا مرتاحة بالسكربينة بتصير ما فيها تمشي او كل نهار وبيزبط مزبوط مثل ما قلتي انه اهم شيء تكون مريحة يعني كنا بنحب نلبس الكعب العالي مزبوط. ولكن الكعب بتعبنا مرات وما مصدق امتين نشلحه كيف عم بتوفقي انت بين هالشغلتين بين الكعب العالي والمريح؟ انا اول شيء في شغلي انا بقول اهم شغله بكل سكربينات انه الكواليتي تكون منيحه اوكي نحن كل الماتيريال تبعنا بنشحنه من ايطالي يعني احسن كوير من احسن سبلايرز يعني من لما انا كنت عن الديزاينرز تعلمت مع مين اشتغل مع مين تتعامل اكزاكتلي سو احسن بايثن بشيبه احسن ليذر احسن فيرني احسن قوالب كل شيء وبعدين يعني كل واحد انه بتصير كل واحد هو شو بيحس يعني حسب كل اجر هو شو بيرتاح له صح سو نحن وي اوسو اوفر كاستم ميد سيرفيس يعني غير كل شيء عندنا بالبوتيك اذا حدا عنده شيء سكربينه لون بده يعملها او عنده ديفيكولت ايه او مثلا وحده اذا ما انا مرتاحه كمان بصير معها ميجرين وجع ظهر يعني وفي فيري ديفيكولت فيت كمان سوري يعني بس في اجرين ما بيحملوا سكربينه ضيقه لازم نعملهم قالب صايب بتكون اكزاكت على الطلب زينا مع الكعب العالي بنعرف قديش بتحبي مع شو من الكعب العالي بنحكي طيب هيك كمان هلا شو بنعرف الزوم هنا اليوم لابسه الارض قلت لك انت عم بتحبي الكعب 30 سم بس كرمال عيوننا هيدا انا وياك عنا وقفه سوا زينا خبريني هيك نظره أولية على الشوز يعني من وقت ما بلشت شوي هيك بتاع تبعها على السوشيال ميديا وهيك وكثير بحب الستايل تبعها ومثل ما قالت اندريا انه عن جد اليوم اهم شيء بالشوز انه تكون كثير كومفورتبل مع انه يمكن طالعه من مدرسه لوبوتان يلي هن معروفين انه لوبوتان اصلا مش هو لوبوتان بيقول انه هو دائما لازم تتذكري انه انت لابسه لوبوتان كرمال انه مش هيك بيعملوا تضحي يعني مش ضروره ترتاحي كثير انت ضروري كثير ترتاحي يعني حتى بيعمل الفاشن شوز على الواقف يعني عنده اشياء كونسبت كثير غريب بقى غريب انه مش منيح انه مش اخذ منه هيدي الشغله لان عن جد الشوز كثير كثير بياثر حتى على اذا بدك نفسيتك بالسهره او بالقعده او بوين ما كان بتصير اذا مش مرتاحه بتضلك كل الوقت اكيد عن جد كل شيء عن جد بتفكري انه مزعوجه ومزعوجه كل وقت مسنومه وقاعده وما بدك تقومي ما بدك تمشي على التواليت وما بدك اذا انت وقعدتي بترجعي على الغرفه تشلحي انه الشوز كثير مهم يعني مشان هيك عن جد مثل كانك لابسه ثياب كثير ضيقين وقاعده كل الوقت مش مرتاحه الشوز بعد طيب زينا انت لتنقي الشوز اللي بتحبيه يعني او الحذاء اللي بيعجبك بلفت لك نظرك شو اول شيء ليك هلا ما فينا ننكر انه اول شيء هو اذا بدك الشكل يعني اللون الشيب هلا انا كثير بحب الالوان بالشوز يعني ماني حدا اذا بدك كلاسيكي يعني بس بلبس الالوان الرايقه يعني بلبس شوز اخوت هيك بس انه ما كثير بحب اذا بدك الشوزات اللي كثير غريبين يعني ما بروح على الشيء الستايل اللي كثير غريب اللي يعني كثير ملفت يعني الدرج هيك مثلا البايتي والاشياء هيك كثير اذا بدك هيك ما بحبها بس انه اهم شيء مثل ما قلت لك الشكل السكربينه وبعدين لانه بتقدري تعرفي دائما مش من اول مره بتقدري تعرفي اذا مريحه علم انه فينا نشتري براندات كثير عالميه وما يكونوا مريحين يعني اندريا كيف عاده بتنزلي كل فتره وفتره ولا حسب السيزن بيكون عندك موجود هلا نحن كل فتره وفتره بنضل ننزل لانه في مرات مثلا بكون بريز او وات ايفر بشوف موديل عجبني بقول هي بدي اعمل مثلا مثله بس غير لون سو اي هاف ذس
كمان انه بحب على انه حسب الانسبريشن تبعي شو بيطلع معي. اكزاكتلي. وكمان نحن اكيد بيفولو السيزونز يعني لانه مثل كل النسوان بيحبوا هنا يشتروا مثلا للسمر قبل الوقت او من دار نجرب نقول على الوقت يعني بس انه بضل في اشياء هيك بتاخذنا بس انه يا وي فولو سيزونز وكمان من دار نجرب كمان بضل في اشياء exactly. جديده اوكي هلا اللي عم نشوفه هون على الديمو تيبل هالمجموعه الجديده الكولكشن يس ذس از ا بريفيو تبع النيو كولكشن خلينا نشوفها انا وياكي اكيد اوكي خبرينا شوي عن كولكشن اندريا اوكي اول شيء بدي اقول انه نحن وي فوكس كثير على كل شيء كلاسيك كمان اوكي سو عندنا جبت كذا موديل نحن الكلاسيك شيب عندنا هي الاكسنت بتيجي عندها هيدي الكات من قدام أوكي. ومن ورا كمان هيدي الشيب المعروفه فيها معروفة. يعني اكزاكتلي بننزلها كل سيزون بغير الوان بغير ماتيريال كمان اها اوكي بنعملها ان ديفرنت سايزز بنعملها على 12 سنتيمترز بيرجع على 10 مثل هيدا بيرجع كمان على مثل هيدا باردون هيدا الدوز اوكي هيدا. بس هيك نوقف وجه للكاميرا exactly. هيك اندريا مثل okay. هيدا ايه وبيرجع في هيدا ال 7 سنتيمتر يلي بيجي على اوتا okay. كمان سو نحن كل نوع نسوين فيه هيدا ال 7 اكزاكتلي اوكي اندريا بس طمنيني هيدا الكعب اللي انا جبته كم سنتي يعني انت قصدك هيدا ايه بدي اعرف هيدا قد ايه هيدا 16 سنتيمتر 16 ايه هيدا كثير عالي بس كثير بيريح بين لانه من قدام لانه فيه دوب سمال هو اهم شيء بالسكربينه اذا عندها دوب سمال والكعب تخين بيطلع بيريح واكيد كل اللي بيلبسوه على الاعراس على هيك اذا عندهم غاب لونج او شيء بيلبسوه This is one of our best sellers يعني اها سينو عنا جبت لكم كذا جبت لكم هيدي السكربينه هيدي عم بتطلع عليها كثير حلوه This took a lot of success يعني بدك تهديها وي هديها ايه هيك خلص مكتوب عليها لامور اها اوكي This is a very special shoe عنا نحن عم نعمل لفالنتاين هيدي لفالنتاين لامور لامور كيفك مع الحبيب اوكي تربيه ات واز ا فيري سبيشال بيس وكثير يعني على السوشيال ميديا وهيك الفيوز كثير كثروا كمان عليها اها وكمان عندنا الشيء الكلاسيك كمان البلاك السلينج باك السامب كمان بينزل كل الالوان بالنيود بالبينك بالاحمر بالفايبر بكل شيء يس وهيدا البينك جولد يلي كثير بتنعمل جولد مضبوط ذس ون از فيري ان كل شيء ميرور وعنده هيك بيعطي رفليه كثير على الموضه هلا وات جوز وذ ايفري ثينج سبيشلي مع البرونزاج ومع هيدا بيطلع كثير حلو بس بتميل شوي للكلاسيك اندري ما بنشوف جنون بال انا بميل اكثر للكلاسيك بشتغل اكثر بكل شيء الماتيريال يعني اكثر اها يعني بتركز اكثر على المواد اللي بتستخدميها للشوز تكون مريحه اكزاكتلي بس الحلو كنا عم نحكي انا وزينه انه ما في عندنا كثير بلبنان شوز ديزاينرز يعني ايه ما وحتى اذا في مش بهيدي الكواليتي اللي عم ايه نشوفها مش بهالنوعيه هو بلبنان لانه ما في كثير يعني اكثر نحن وير اكثر توردز الاوت كوتور والخياطه من الفابريكاسيون تبع الشوسور و يعني هيدا السبجكت شوي حزين لانه ما بتعرفي حدا بلبنان بده يعمل تصميم شوز وهو في كثير نقص يعني انا بعرف كثير عالم ما بيلاقوا شوسور او ما بيلاقوا شيء مثلا انه اذا بدهم يعملوا سبيشال وان بنيود او بسيلفر مش عم بيلاقوا يعني في اكزاكتلي في نقص في نقص ولازم يعني انا بشجع كل واحد بده يحب السكربينه يشتغل فيها حتى اذا بلبنان او يعني عندنا عالم كثير شاطرين بيعرفوا يشتغلوا انه حرام يعني انا حلو خلينا ننتقل انا وياك زينه على خزانتك يلا اليوم بدي اشوف مين طلع اطول لحظه لا 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 اذا اليوم فضايح لا لا اطول ليك ليك ما تعرمي ليك معرمي عرفت وين رجعتهم لورا اوكي لكن اليوم يمكن هيك نسقتي كمان شوي انت واندريا قلتي لي بالبدايه لا انا اليوم قلت انه لانه معنا شوي الشوز تبع اندريا كمان بفرجي نانسي لانه دائما بالفلور الاوتفيت دائما بنعطى الهام شو هو شو بده يكون الشوز باجرنا لانه كل شيء كثير فلوري ما فينا نروح على كمان شيء بالاجر كثير معجق بقى لانه كمان اندريا الستايل تبعها كثير كلاسي وبذات الوقت كثير ستايلش سو ذاتس واي حبيت انه نعمل هيك كومبينيشن يلا لك خلينا نبلش من هون لانه هون حبيت مثلا نانسي فرجي جاكيت كثير مهضومه هيدي اذا بدك هي جاكيت لهالسيزون يعني عم نحكي هون عن جاكيت للسبرينج سمر منا شتويه ليكي قد ايه رقيقه بتيجي توكار
مثلا هيدي هون هلا هون فكه شوي بس انه هي هون حلوه تنعقد عقد كبيره تنلبس قدي اوريجينال تنلبس مع هيدا الجينز بنكون بذات الوقت على الموضه لابسين شيء فلورل وكذا كذا كولر. اوكي هون حبيت فرجي ستايل ثاني اذا بدنا نلبس اسود بالصيف وما عبالنا يكون مثلا اسود بلين مثلا هون لاحظي كيف مفوتة فيه هيدا البيل يلو بطريقه كثير مهضومه فينا نلبس معه هيدا الستايل التوب الفلوري فينا نروح على دينر كلنا بنعرف انه بالصيف بخف شوي اذا بدك اللبس يلي كثير قوي او اللبس يلي كثير بتعب لانه كلنا بنكون رايحين على اشياء تسليه وشمس وشوب اكزاكتلي ورطوبه يعني هيك بدك تكوني ظهرها خفيفه 100% نانسي هون بدي فرجي جوب كمان الكومبينيشن بين الفلورل وبين الدانتيل قد ايه مهضوم فينا نلبس معه مثلا ستيل كورسيه نحطه كورسيه ساتين بيعطي كثير ستايل مهضوم وفينا مثلا نلبس معه هون مثلا شوز شوي على اورنج عرفتي انه نطلع شوي بالشو تبعنا يعني نروح قصدك هون في دريس كثير بحبه هيدا بس مشته عن جد حلوه مشته كثير حلوه هيدا مشته حرير ايه؟ بس بدي فرجي نانسي انه هيدا الستيل فينا نلبسه بسهوله على عرس بالصيف اذا نحن اكيد مش من المعازيم القراب صح كثير بيطلع حلو بنشتغل على شعرنا بنشتغل على الميك اب بنشتغل على الاكسسوارز تبعنا نطلع كثير فريش ونطلع كثير اوريجينال هيدا الستايل اللي بدنا نحكي عنه عن هالصيفيه يعني لاحظي الفلاورز الباترن اللي موجوده عليه قد ايه حلوين بذات الوقت قد ايه فريش شو اندريا وبتبين الكربينه كمان وبتبين الكربينه لانه ما شاء الله بس قلت لك قبل انه كثير عجبني كثير حلو عن جد لانه بتكوني لابسه شيء ساشا عن جد كثير اوريجينال يعني منه ديجا فيو يعني انا بحب انه قماشته حلوه كمان بحب كثير انه البنات يلبسوا على العرس يعني مش دائما عرس بنروح على بايات وعلى شك وعلى الوان انه حلو نروح هالقد بشيء سمبل وكثير بريح بالعرس يعني انت بهالهيدي تعملي هيك وهيدي مع شعراتك هيك سبانش مع شعرات السبانش هون اوكي بس لك اوكي هيدا كمان بدي فرجي شيء كثير مهضوم هيدا اوفرول شورت اوفرول كثير بيطلع كمان مهضوم اذا لبسني ليك الفلاورز اللي عليه قد ايه فريش قد ايه مهضوم اذا عندنا شيء يمكن انا بحب هيدا كثير اكثر بالنهار كمان ليبين يعني مع شوز حلوه نيود مثلا فينا نلبس معه دائما انا بحب اقول انه فينا مثلا اذا لابسين هيدا الستيل لما مخرج عم يفضحني على تسجيل اجرائي على الكاميرا ايه لتشوفوا ليه اذا مبين شوي ليش عم بواطي انتوا غيرانين من طولي اوكي هون اوكي هيدا جبتها مع هيدي هون بدي فرجي كمان ستيل كثير مهضوم وكثير سلبي سوا هون عم نحكي عن بانت لوس كات وتوب كمان لوس كنا قبل نخاف من هيدا الستيل نقول لا انه اذا لبسنا شيء لوس واسع واسع بيطلع بشع مزبوط هيدا الترند هيدا السنه هي معاكسه كليا يعني عم نشوف اوتفيت منه مخصور ابدا من فوق لتحت شو الماسكلين كمان كثير بيرجل يعني مزبوط وننسي يعني عم نشوف كونتراديكسيون كثير بالموضه يعني عم نشوف هيدا الستايل وعم نشوف اذا بتتذكر حكينا عن كل شيء ضيق كثير بالسنينير وهيك كمان دارج اوكي هيدي مع شو هيدي ما بعرف هلا حالها هيدي لحالها هيك فلو بالغلط حلو مهضوم هيدا يعني هيدا اصلا فينا نلبسه مع جينز فينا نلبسه مع شيء تنوره مثلا البرنسس كات البلو نيفي يعني فينا مع حتى فيوشيا شيء اخضر يعني شخصي مهضوم للصيف اوكي هون بدي فرجي كمان ستايل كثير مهضوم هول التنينير اللي هلا كثير عم نشوفهم يلي بيجوا تحت الركبه كمان اللي واسعين مثلا ليك شو سلبي نانسي مع جيليه مع جيليه لوغي حلو كثير كثير حلو كثير فريش تي شيرت بيضاء اكيد او شيء اسود يعني يكون شيء كثير بيسك تحته اوكي اوكي هون حبيت خص شوي المراه العربيه اللي دائما كمان انت عن جد عم يبعثوا لي على انستغرام وهيك انه بحبوا كثير ياخذوا افكار كيف صح. كيف بيقدروا يلبسوا العبايه كيف بيقدروا يلبسوا هيدا الستيل اللبس الحلو هون جبت معي كم عبايه عن جد كثير الفلورل لحظة مثلا هيدا قد ايه لحالها العبية بتحسي حالك مرتاحة ايه بتحسي حالك مبوردة الوانها حلوة الوانها حلوة حلو. وهون كمان عم نحكي عن عبية عصرية يعني لأنه كلنا نعرف إنه صرنا نعرف هلا العبية أغلبية بيكونوا عادة على أسود مثلا بيكون عليهم أسود وورد وهيك هون حبيت عن جد قصة المرأة العربية اللي بتحب كمان إنها تكون كثير أوريجينال
وهيدي هلا بما انه قربنا على شهر رمضان المبارك يعني على رمضان ان شاء الله ننسي حنكون محضرين كثير اشياء حلوه. هيدي كثير حلوه، هيدي كمان توب تجي هيك توب بابيون يعني بتفتح بتفوت الايدين، مثلا هيدي مع ستيل جينز مع ستيل لاجينج مع ستيل، هولي كلهم تصاميم يا نانسي. هلا شيء جديد عم تعمليه؟ ايه هلا شيء جديد، مشان هيك عم اقول لك انه هلا بدنا ان شاء الله بالشهر رمضان الكريم نكون عم نبين عم نعطي كولكشن كثير حلوه لل. وين رح تكون هيدي الكولكشن؟ بدبي؟ بدبي مزبوط. أوكي. بدبي، ورح يكون اكيد في هون كم بيسز للكاميرا بلبنان. هون كمان هيدا بتلاحظيها يعني لتحت الركبه بينلبس تحتها تنوره طويله، بينلبس تحتها شيء ستيل اكيد يكون لون واحد مثلا شيء فوشيا او كحله، بتعطي كمان ستايل كثير مهضوم. اوكي. هون عبايتين عن جد كثير اوريجينال، ليك الالوان يلي فايته فيهم قد ايه حلوين وقد ايه غريبين يعني. والاحرف العربيه. والاحرف مضبوط للكمان العربيه اللي مكتوب عليها. ايه. الوانها كمان حلوه كثير فريش. قولي مع الالوان زينه. اي انا بحب الالوان. انا حدا بحب الالوان بالكتاب، بحب الالوان. اوكي. اوكي. واخر عبايه كمان هون كلهم جبتهم من تام الفلورل يعني مشان هيك عم نشوف كلهم عليهم الفلور، كمان فرجي انه كيف فينا نلبس كمان عبايه تكون فيها فلوري، وهيدا كله مطرز شغل ايد يعني كله هون الورود وهيدا كله شغل ايد. ثانك يو اندريا. عم بتكون الشيء موجوده برات لبنان؟ خلينا نرجع شوي لهونيك. عم تكوني موجوده برات لبنان؟ انا بضلني اسافر يعني. يعني لا قصدي البراند الخاص فيك. نو ستيل نوت يت، بس انه عم نشتغل على شيء ان شاء الله السنه الجايه نكون برات. وين لبنان؟ باي دوله ولا بعد؟ هلا ان يوروب بس مفروض يعني باريس. اذا باريس حلو، مش دوله عربيه دغري يعني. على باريس. حلو حلو. زينه كم قطعه خصيتي المراه العربيه بهالعبايات؟ ولا بعد كثير يعني في تقريبا فوق ال 150 قطعه رح يكون. ايه قطعه يعني صار لي فتره كثير كبيره عم اشتغل عليهم كرمال شهر رمضان المبارك مثل ما قلت، وعن جد رح تكون كولكشن كثير حلوه موجوده بدبي. وكمان منوعه بالقماشات كثير كثير بالقماشات بالستايل، عندنا العبايه المفتوحه، عندنا الكاشكانز، عندنا كثير اشياء حلوه. عندنا الشيلات عامله سانتيرات حتى جيليات. حسيت تشالنج جديد لك بالعبايات؟ ليكي انا من الاشخاص اللي كثير بحب الستيل الشرقي العربي، يعني انا من الاشخاص اللي بحب المراه العربيه، يعني بس سافر على دبي او حيالها دوله عربيه بتامل هيدي العبايات الحلوه الذوق عن جد، لانه العبايه كثير بدها ذوق وكثير بدها دقه. يمكن اهين شيء نحن نلبس جينز وقميص وهيك ونطلع اوريجينال، بس العبايه عن جد فيها بتاخذ شغل كثير بتاخذ شغل. وهولي هلا ساشا كمان انا اللي لبستهم جيليات، هن الستيل التصاميم اللي حطيتهم كثير كله هيدا باترنز مشغول وهيك. يعني اندريا انبسطنا بحضورك معنا. انا كمان كثير بالتوفيق للكولكشن للصيف 2015، وان شاء الله بنشوفك اكيد عن قريب. زنتونا وي شو يور ستايينج او فيلي؟ لا باقي. باقي ما بعرف في عنا بيختم الحلقه مصمم الازياء اللبناني. اوكي اكيد بتشرف. عبد محفوظ اكيد رح يكون بضيافه ببيروت، لكن كونوا كثار على الموعد. دقيقه قليله مع الاعلان وبنرجع بنتابع بقيه فقرات برنامجنا، خليكم برفقتنا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. موعد واحد، برنامج واحد، مرتبة واحدة و40 أغنية، وأنتوا وحدكم بتقرروا. آخر الإصدارات وأهم الأصوات بالعالم العربي. توب 40 السباق الرسمي للأغنية العربية، شاركونا على الإنستغرام وفيسبوك top.40 and don't forget to post your comments. وما تنسوا تصوتوا وتدعموا فنانكم المفضل ليوصل للمرتبة الأولى. سباق مستمر والكل ناطر توب 40. توب 40 3 الساعة 7 المساء على الـ LBC.
دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه. انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه مهم لالي ومهم لالهم انه نكون سوا. نحن نستمتع مع أصحابنا وخلصنا. الأحد الساعة 7 المساء على LBC. أربع صبايا تأهلن للمرحلة النهائية: ماريا سبيك من لبنان، شيرين سيف النصر من مصر، فرجانية بن حمزة من تونس، أماني الصيد من تونس. ترى من ستفوز بلقب دستار نجمة العرب. دستار نجمة العرب الخميس الساعة 7 مساء على LBC. Hello everyone. When we say entertainment, we mean it. Don't you give back, just keep your eyes on me. بابا سبيشال هايلايت لهالاسبوع عن البوم حب ومكسر للنجم جوزيف عطية. حبك بعد غيبي. وشو محضرينكم بالبابا ميوزك نيوز. ومين هن the 5 worst celebrities to meet in person: J-Lo, Rihanna أو James Franco، أو الكون Jared Leto أو يمكن Robert De Niro، مين بيعرف؟ وهالأسبوع ببابا بوعدكن إنه رح نتذوق أطيب آيس كريم والأغلى ثمناً بالعالم. يعني مثل ما شفتوا بابا is on fire. كونوا على الموعد. بوب الليلة الساعة 7 المساء على LBC. فقرتنا برنامجنا ببيروت بهالسيجمنت Eat Well Train Well، يعني ناكل منيح ونتدرب كمان بطريقة أفضل. كل التفاصيل اليوم مع ضيفينا، نتعرف أكثر عليهم. خبيرة التغذية صوفي البنا، أهلا وسهلا فيك صوفي. ألو. ومدرب الرياضي نضال ملاعب، أهلا وسهلا فيك نضال. أهلا وسهلا. شو رأيكم بهالكونسبت؟ يعني هيدا نظام صحي لازم الكل يتبعه، بس هل يا ترى عم نتبعه نحن اليوم بحياتنا؟ رح بلش بقول شغلة، إنه nutrition is the queen. Exercise is the king. Together they make the kingdom of fitness. So نحنا basically we are looking at fitness as a kingdom. Okay, so to have this kingdom, diet لوحده ما بكفي، والexercise لوحده مزبوط مزبوط، الرياضة لوحده ما بتكفي. طيب شو يعني إنه ناكل منيح؟ شو منعني ك من وجهة نظرك أنت اختصاصية التغذية؟ اي هلا نحنا شوي بميزنا عن غير اختصاصية التغذية أو حتى كماستر ترينر، انه نحن عاملين اختصاص اسمه بروفيشنال هيلث فيتنس سبيشالست. يعني نحن بنقدر نعرف كيف نتعامل مع الشخص بتو سكادجولز، دايت اند اكسرسايز. لما نيجي لعنا الكلاينت، ما في انسان بيقدر يوصل لمحل مثل ما هو بده تو بي فيت بس بالدايت، وما في انسان بيقدر يوصل بس بالاكسرسايز. اثنيناتهم رح يكملوا بعضهم. اذا نحن ما نقول تو ايت ويل، ايت ويل منا عباره عن بس كالوريز. ايت ويل انا شو نفع اليوم انا عم باكل منيح بس جسمي منه قادر يحرق
1200 كالوري فور اكزامبل. اتس نوت ا ماتر اوف كالوريز، اتس ا ماتر قد ايه انا جسمي قادر يحرق هود الكالوريز. هيدا هون لازم نشوف كيف هوني... الطريقه بنقدر نشوف قد ايه بنحرق كالوريز. في عندنا شيء نحن اسمه فتنس تيست، وي يوجوالي دو ات بالكلينكس تبعولنا، بتخلينا نحن نعمل اسسمنت لكل شخص اجمالا تقييم كيف يعني هيدا الشخص لوين بده يوصل باي طريق، اذا 80% علاجه بالاكل او بالرياضه 80% او العكس صحيح. أوكي. ايام بنبلش قبل، بنبلش دايت، بنبلش اكسرسايز، فهي كلها هيدا الكينغدوم اوف فتنس اللي كنت انا عم بحكي عنها كلها بين هودا بتكمل بعضها. بتكمل بعضها. نضال اليوم صارت الصوره شيء كثير اساسي بحياتنا، يعني بطلنا مثل قبل يمكن ننسى الرياضه بنعمل دايت، صارت الناس كلها عندها هوس غذاء بالغذاء وحتى بالرياضه، كيف عم بتلاحظ التجاوب من خلال الناس وهل في تمارين معينه كمان بتنصح فيها؟ صحيح مثل ما قلتي هلا بالوقت اللي وصلنا نحن هلا حتى الاطباء اذا بتشوفي انه اغلب الاطباء صاروا حاليا يوجهوا كل العالم صوب السبور، يعني مش بس اذا كان الشخص عنده مرض انه بس هذا الشخص لازم يتعالج بس بالدواء، الدواء اللي بيساعد الدواء هو السبور. سو اكيد السبور هي كثير مهمه وصار في اوانس كثير حتى عند الناس، يعني بنشوف نحن عدد كثير كبير من العالم هلا بتتجه صوب النوادي وهذا الشيء كثير منيح وبشجع، لان اكشلي وقت اللي يكون الانسان عم بيتمرن نفسيا بيكون هو مرتاح، يعني هيدا اول شيء نحن بنطلع على السبور. اتس نوت يعني هي مش بس شغلي انه انا ظبط جسمي ويصير شكلي حلو، هيدا اكيد هيدا الشيء ضروري، بس نحن بنقول تو ريليز ستريس، يعني اول شغله السبور بتعملها هي بتعمل ريليزنج للستريس وبتريحنا. سو هي اهميه السبور بين نفسيا بتريح الانسان وجسديا اكيد بيشتغل الانسان على حاله، كلنا بنحب يكون شكلنا حلو، يعني هيدا شيء طبيعي دائما بنطلع على حالنا وسبيشلي هلا جاي الصيفيه ونظبط اجسامنا وكذا. يس سو هيدا الشيء كثير اساسي، بس الفكره انه كيف اعرف انا كيف عم بتمرن وشو التمارين عم بمرنها والوقت اللي عم بقعد انا اتمرن فيه، يعني في عالم تقعد ساعتين وثلاث بقلب الجيم وتمارين خاطئه بتكون مش مضبوط. يس وهذا الشيء بيسبب لنا الانجري بعدين، بيسبب عندنا اصابات وبيخلينا يصير عندنا مشاكل بجسمنا. هون اكيد الشخص بده يكون مع مدرب مختص بهذا الموضوع. وصار في هلا عندنا وعي كثير حتى من النوادي، صارت النوادي عم بتوظف المدربين عندهم شهادات بهذا الموضوع تيقدروا يوجهوا الناس على الطريقه التمرين المضبوطه. حتى يكسبوا الناس كمان لانه اللي ما بيستفيد بده يحمل حاله ويفل. مزبوط. نضال برايك قديش لازم نتمرن بالاسبوع؟ كم مره؟ واي وقت انسب وقت نتمرن فيه؟ اوكي نحن لازم نتمرن كل يوم. اوكي اوكي يعني احنا بنقول اذا ساعه بال 24 ساعه هي عباره عن 8% من وقتي. وفي عالم بتقول انا ماني فاضي ما عندي وقت صح. بشتغل ما بقدر اروح على الجيم، هيدي حجج. سو كنا وقت بدنا نلاقي الوقت بنلاقي الوقت. اذا انا شغلي الساعه 8 في اوعى الساعه 6 يمكن اعمل نص ساعه وارجع اروح على شغلي، واذا بدي ارجع على البيت ذا سيم يعني بعمل سبور قبل ما ارجع على البيت يمكن. سو هيدا بالنسبه لل كم مره بالاسبوع؟ كم مرة بالنسبه للوقت في وقت معين يعني مثلا في وقت معين قد مرات نسمع الصبح اضبط شيء بيقوله حسب الشخص اللي نحن عم الشخص اللي بده يتمرن، يعني اذا كان اثليت عم بيتمرن او اذا كان شخص بده يخسر وزن ايمتى؟ اكشلي اذا شخص بده يخسر وزن يفضل انه يتمرن الصبح اوكي ويكون على الريق منه اكل بس ما بيدوخ على الصبح اذا منه اكل. هيدا الشيء نحن بنقول له اول شيء بلو انتنسيتي يعني بمجهود يكون كثير خفيف اوكي. عاده الرياضيين المحترفين بتبلشوا يتمرنوا بلا ما يكونوا اخذين شيء. الاشخاص العاديين نحن ما بنقول لهم ما تاخذوا شيء، بنبلش معهم بمجهود بسيط اول شيء يعني ترويقه خفيفه بريكفاست تكون كثير خفيف. يس قصه الاكل هو اللي بتحكي عنه الناس كثير. سو بس انه فينا نحكي نحن يمكن يكون عم ياخذ توست صغيره مع شيء لبنه دايت جبنه جاست بس ياخذ شيء، بينما الاشخاص الاثليت بيكونوا بنفضل يكونوا انه على الريق لانه جسمهم بيحرق اكثر. اوكي سو في كمان الاكل الصحي له توقيت معين مثل الرياضه؟ طبعا كل شيء بجسمنا له توقيت. ليه؟ لانه في ستاديز بتقول انه نحن جسمنا خلايا جسمنا بتبلش تشتغل على اشعه الشمس، سو نحن مجرد ما نحن وعينا يعني بنهار بلش نهارنا لازم نضلنا نحن تو فيد اور بادي، نضلنا عم نتعمل جسمنا تضل عم بيحرق لهيدي الداله الميتابوليزم عم تحرق. انا بسمع انه كثار ناس بيقولوا لي اذا تروقنا على بكره بنضلنا كل نهار ناكل. كثير منيح، انا يعني مجرد ما اكلت مجرد ما انا اكلت يعني انا عم بحرق، يعني جسمي عم بيقول لي انا الميتابوليزم بلش يشتغل اكزاكتلي انا حرقت وطعميني بعد طعميني بعد، بس شو اكل
هيدا الكونسبت الغلط يلي كتير ناس بروحوا بياكلوا من عندهم من دون ما يكون في اكزاكتلي ذا رايت فود لهم. شو الترويقه الصحيه؟ لكن ما بدي ارجع انا يعني للبيس، البيس كل انسان شو معبى؟ جسمه كبادي كومبوزيشن، اذا جسمه ميل للمعبى مي اكثر، في اكل انا ما فيني اعطيه لانه بتحبس مي اكثر. يعني اكزامبل الكربوهيدرات نشويات، كل جرام من الكربوهيدرات بيحبس 4 جرامات مي. سو انا ما فيني اجي اتكل انه اعطيه باكله مينلي كله كاربس، اوكي؟ اذا كان هذا الانسان على البادي كومبوزيشن طلع عنده نقص بنسبه العضل، انا ما فيني بس كمان ما اعطيه اشياء بروتين اكثر. اوكي. سو هون ما في الكونسبت تبعنا انه ما في ستاندرد دايت لكل الناس. كل الدايتات، الزون دايت، الاتكنز دايت، يعني من اشهر كل الدايت، يوجوالي بيمشوا لفتره زمنيه معينه بيرجعوا بيوقفوا، بلاقي الشخص صح. بطل عم بيستفيد، صح. لانه برجع بقول اتس نوت اي ماتر الدايت او الكالوريز، اتس اي ماتر انا جسمي هلا كيف يتجاوب كيف يتجاوب؟ انتبهوا حتى حسب العمر، لانه احنا كل ما نكبر بالعمر كل ما بخف الميتابوليزم بصير ليه بتخف الميتابوليزم؟ طيب صوفي شو محضرتينا بالمطبخ؟ خلينا نقوم ونشوف معك كمان كوتش نضال قبل ما نعمل التمارين الرياضيه والركض قبل موسم الصيف. يس بتفضل على المطبخ. تفضلي صوفي من هالمال. شو محضرتينا؟ شيء صحي ودايت وهيك ولا في فشة خلق؟ لا فشة الخلق بالشيء الصحي. اوكي اوكي يلي بدي احكي، نحن جسمنا بنهار بده 30% of fat to burn the fat، بس بدنا نحن الفات الجيد يعني good fat يلي بيجي من البينات باتر، بيجي من القلوبات النية، بيجي من زيت الزيتون. اوكي اوكي هلا انا اليوم عامله تسعميل فينا ناخذها before the workout او بعد التمرين. هول للاشخاص الرياضيه ولا بيمشوا للاثنين؟ بيمشوا للاثنين. اكيد للاشخاص الرياضيه بنزيد لهم الدوز. اوكي يعني رح احكي هلا شو اكثر. هيدي اتس بان كيك بالشوفان، شوفان وبياض البيض. اوكي بس معمولين بشوفان وبياض بيض. اوكي نضال كثير بشجع هيدي بتشجع هلا البانكيك؟ انا بشجع اكشلي انا اللي باكله هيدا كل يوم. اوكي سو هيدي ترويقتك. سو هيدي الترويقه. اوكي اكزاكتلي. So this is pancake بس معمولة بياض بيض وبشوفان. So كل سلايس من هيدي تقريبا شي 80 calories. اه ماشي ماشي. بلس اذا بنحط انا عليها peanut butter. Peanut butter. Yes. Okay. وفينا نحط لا this is almond butter. This is peanut butter. وفينا نحط انا مع كيوي، فينا نحط strawberry، فينا نحط بننكهها شوي. Yes. Yes. Okay. So this is the بس بحق لنا بس بورشن واحد. تو بورشنز. تو بورشنز حسب. هون بنرجع لكل شخص قد ايه بده كالوريز، قد ايه انا بعمله ديستريبيوشن للكميات وحدات. اوكي شخص رياضي، شخص رياضي اكثر. شخص رياضي اكيد بده اكثر لانه بحاجه هو لمور كاربس اكثر، بده نشويات اكثر وبده بروتين اكثر. سو اكيد بيحتاج كميه اكبر. ذيس از اي سناك للشخص الرياضي نحن بنعمله. اوكي ذا اذر وان، ذا اذر وان هو هيدا اللبن. اوكي بنحط لبن. هلا ما رح بنحط كاكاو وبنحط هيدا البروتين شيك. بروتين شيك اللي هو ايزوليتد واي بروتين، هيدا للانسان الرياضي اللي عم بيتمرن حديد. سو بنحطهم، هيدي بتعمل 1 سكوب 23 جرام بروتين، بنعملهم شيك. شو بيفيد هيدا نضال؟ هيدا الشيء نحن بنعطيه وقت اللي يكون الشخص عم بيتمرن بمحل عنده كميه عاليه من البروتين لازم جسمه ياخذها، ما بيقدر يأمنها من خلال اكله، اوكي؟ سو هيدا سبلمنت، هيدا مكمل غذائي، بيعوض هيدا الشيء وبيعطيه اكيد طاقه اكثر، وبيرجع بيعمل له بنسميه نحن ريكفري للعضل، يعني بيرجع بيصلح له عضلاته بعد ما يكون خلص تمرينه هو، وبتصير العضله عنده وقت ببلش بيتمرن بحاجه انه تصير عنده ماس بقلب العضل. سو هذا الشيء بيساعد قبل التمارين ولا هذا الشيء بناخذه نحن بناخذه، في شيء بناخذه قبل التمرين وفي شيء بناخذه بعد التمرين. البروتين عاده يفضل انه يتاخذ بعد التمرين. أوكي. ونحن بنقول لازم الشخص بعد ما يخلص تمرينه مش دغري ياخذ الاكل، في يقدر ياخذ الشيك دغري وبعد شي ساعه تقريبا ما يقطع هذا بيرجع ياخذ الوجبه الاكل. هلا انا الكاكاو حطيته لانه فيه شغلتين، الفيتامين بي 12 اللي هي كثير غذاء اساسي للعضل، وبلس لانه فيه ذا رايت سورس اوف ذا ليبيدز الفات يلي هو كمان الفات الجيد للعضل لحتى نحرق از سورس اوف انرجي، خلطتهم مع اللبن. اوكي ذيس از اي شيء ناتشورال شيك اذا فينا نعمل هيدا شيك طبيعي. Yes. اوكي بعد في عندنا 2 مينتس، بعد في شيء بدك تضيفيه؟ اكشولي لا بس ذيس از تو سمبل سناكس، في كثير سناكس نحن فينا نعملهم اذا كثير نحن اشطنا. شو السناكس اللي بيضروا اليوم؟ بتلاحظي يمكن الشخص الرياضي او اي شخص عادي بيقوم بالتمارين الرياضيه
بيقع بالخطا. مزبوط. عاده في رايت بارز الدايركت اللي بيجوا بياخذوهم مثلا هن ما هم مخصصين انه فيهم فول انرجي مينلي بروتين، هيدا لازم الانسان الرياضي لا لازم يتوجه على البروتين، قد ايه بده بروتين بالنهار، ما في ياخذ حيالله بروتين، لانه انا اكسس من البروتين ممكن يقلب عندي فات. اوكي سو ذاتس واي انه sometimes هني بفكروا حلو اذا انا عملت فول ورك او رحت اخذت كثير بروتين معناتها انا بعمل شيء كثير منيح وكثير غلط. هو كثير غلط لانه الاكسس من البروتين وهسه البروتين بصير فات. طيب صوفي هون بنوقع شوي اذا بدك ببعض التساؤلات انه في كميه معينه للمراه الرياضيه بالبروتين ايه بالبروتين بتحددوها مختلفة عن الرجل؟ مزبوط مزبوط. هلا بيسكلي ما كثير بس انه نحن عندنا رينج بنمشي فيه بين 0.8 ل 1.1 هيدا بير كيلو جرام من اي انسان عادي. وكل ما نطلع بحسب انواع الرياضه كل ما بنزيد الديجريز من 1.2 ل 1.3 العضل بصير نحن بحاجه لمور بروتين. اوكي يعني نحن اوقات بنقول كل 1 كيلو بجسمي بحاجه ل 1 جرام اوف بروتين. سو كل ما نصير نحن اكثر والعضل عندنا يكبر اكثر بصير بحاجه لاكثر من البروتين. والشخص اللي مش رياضي اول فتره بيعمل رياضه بفكر حاله نصح هو لا بلش العضل ياخذ الشيب صح؟ اكشلي هيدي الشغله سؤال كثير حلو بس كنت عم تقول صوفي هلا بفكر حاله نصح عضل هو ما بيكون نصح عضل هو بيكون نصح مي لانه مثل ما كنا عم نقول اذا عم ياكل هو كربوهيدرات كل 1 جرام اوف كاربس بيحبس معه 4 جرامات مي يعني اذا عم ياكل فور اكزامبل صحن باستا تقريبا وزنه شيء 500 جرام عنده 2 كيلو تاني يوم بينصحهم او ثالث يوم لانه جسمه حبس المي بقلبه سو بحس حاله انه هو هودي عضل بس هن منه عضل هن فعليا هن مي. اوكي اوكي نحن بننصح عضل اثنيناتهم لازم يكملوا بعضهم الدايت ذا رايت دايت لرايت اكسرسايز لانه حتى اذا بده يعمل كارديو دايت بيختلف عن اللي بده يعمل ويت تريننج كليا غير. شو راح نشوف هلا من تمارين؟ اوكي هلا رح نعمل لمين وشو كيف اوكي اكيد عامل الاكسرسايز قبل ما تيجي على الاستوديو يعني كامل نشاطك و بلش من الصبح بلش من الصبح اوكي يلا نحن معك رح اعطي شوي تيبس عن بعد التمرين للاشخاص يلي ما عندهم وقت يتمرنوا يمكن او ما عندهم وقت يروحوا على الجيم بالبيت يعني اسهل بالبيت طريقة. بالمكتب في اعملها بالمكتب حتى اتس نوت بس للليديز حتى للشباب سو فينا ذيس تيوب هيدا بنقدر نستعمل نشتغل عليه نعمل فول بادي ورك اوت اوكي سو رح بلش اول موف هي فور ذا بايسبس بوقف بحطها تحت اجري وهيدي متوفره وين ما كان وين ما كان بقدر الاقيها صح وكثير عم بيستخدموها كمان لانها كثير وقت بتجي اوقات بيجوا الوان بتكون قاسيه حسب اللون تبعها اوكي اوكي سو هيدا تمرين لعضلات البايسبس عضلات الايدين كاني عم بحمل وزن اوكي سو فيي انا صعب الحركه اذا فتحت اجري حطيتها على اليوتيوب صارت البيس ابعد بقدر انا صعب شدت اكثر يعني هون صارت شديده اكثر سو هيدي حركه للايدين اوكي بحس حالي كاني عن جد حامل ويت لانه بتكون هي كثير عم بتشدني اوكي سو حاعمل حركه للاجرين هلا لعضلات الاجرين بقدر اعليها كاني انا بدل ما اكون حامل الوار او حامل انا ويت بقدر اعلي هيدي بهيدا البوزيشن وبعمل موف اسمه سكوات سكوات اوكي هيدي الموف بتشغل لور بادي كله يعني من اللور باك للبط للليجز كلهم وعم بتشد okay. الجسم كله كمان yes, كله. سو كثير مهم بس انا كثير بنركز على التكنيك يكون مظبوط كنا ما يصير في عندنا انجري وسبيشال عالم تبلش تتمرن مع الوقت وضعيه الجسم كمان وضعيه الظهر تؤثر yes. او بتاثر 100% نحن بنقول انه دائما بنطلع على التكنيك قبل ما نطلع على الويت يعني ما بيهمنا نحن نحمل ويت ويكون التكنيك تبعنا غلط سو ذيس موف وي ستارت تو بوش اور بات باك كانه عم يقعد على كرسي از وي ار سيتينج اون ا تشير كانه في كرسي وراي عم بيقعد عليها اوكي ان ذيس بوزيشن سو كمان حركه اتس نوت ايزي وقد ايه فيك تتقل تزيد في تقل بنوع ثاني منها يا بلون ثاني او بتكون اقصر التيوب بيكون اقصر كل ما يكون اقصر كل ما اكون انا عم بشدها اكثر تعليها سو نزلتي انا حتصير اقوى اوكي سو حاعمل كمان بعد 1 موف فور ذا ترايسيف ذيس مسل بحمل التيوب لورا اكستنشن ارم اكستنشن اب اند داون I keep my elbow pointed up
and bring it up and down. من دون ما يتحرك. Yes, بلا ما يتحرك هيدا، بلا ما فتح إيدي، بلا ما سك إيدي، بلا ما وطيها. يعني إحنا نقول كأنه كوعي أنا دارق بالسقف. أطلعوا على السقف لفوق. I go up and down. This is for the triceps. هلا هول التمارين مهمين لشغلة، لأنه نحن أكتر شيء عند الرجال منشوفه عندي بطن. أول شيء من قلبي قلنا رجع عندي بطن. طيب وما بيشتغل الويت ترينينج والرجال عنده كتلة عضل أكتر من عند المرأة. So بيكون عضلاته ضعيف. مجرد ما هو شغل عضلات الإيدين مثل ما هلا أعطت نضال التمارين وعضلات الإجرين. هيدا الريزيرف يلي هون العضلة لما بتكبر أخذت شدت البطن طلوع والعضلة الأجر شدت الريزيرف بالبطن نزول ما غطنا البطن سو طبيعي رح نحس ببطن مرشوع صح. طب سوفي مثل ما قلتي على هالنقطة كمان نضال اليوم الشخص بخاف اللي بيعاني من وزن زايد يبلش سبور بيقول لك رح ربي عضل على هالفات أو على الدهون المتراكمة عندي بالجسم هون شو الصح من الغلط يعمل دايت يرجع يبلش يعني بتقول إنه ما فينا أنا نحن نتمرن لأن بيصير الشق الفات بيصير عضل او بيتحول الفات لعضل انا بقول له الموز بيصير تفاحه اكيد لا اوكي سو الفات هو طبقه موجوده فوق العضل ما اتس نوت ريليتد تو ذا ماسل يعني هي ما خاصه بالعضله انا وقت ببلش اتمرن لازم اتمرن حتى لو عندي كميه شحوم بجسمي لانه انا بكون عم بمرن العضله الشحم ما بيدوب بس هيك بالاوزان ولا كارديو كل كارديو وبالويت معك هيك بس يس اوكي كارديو بالويت لانه كل ما انا كبر المصل ماس تبعي كل ما يزيد يروح الفات من عندي بلس الكارديو لان احنا بنقول عنه في عالم بتقول كارديو في نحن عندنا سبيشاليتي بنقول فات بيرنينج أوكي. في عنا فات بيرنينج عنا تست بنعمله تنعرف لكل شخص وين الفات بيرنينج زون تبعه يعني بأي محل بيحرق كل هاي الأشياء متعلقة بدقات القلب عنا إكويشن نحن بنعملها وتست معين للشخص كل شخص عنده سرعة معينة على دقات القلب معينة بيكون بهالوقت هو عم بيحرق فات أو بهالوقت عم بيعمل كارديو it means فتنس او باي محل كمان بالجسم او مكان بالجسم عنده ضعف صحيح. عضل صحيح وبلس نحن ما فينا نقول انه انا بس بدي اشيل الفات اللي موجود على بطني ليش؟ او بدي اشيل لانه الجسم مع انه في اكسرسايز في تمارين يعني بنعرفها هذا الشيء ما له مزبوط هذا الشيء ما له مزبوط وقت ببلش انا اعمل التمرين جسمي ببلش يحرق وين في فات اوكي ونحن اكيد بمنطقه البطن عند الشباب بيكون منطقه البطن عند الصبايا بيكون منطقه والأرداف البطن كمان. والارداف لانه الايدي بوست شو بتكون موزعه بهذه الاريا اوكي سو نحن ديورينج ذا ورك اوت نحن بنكون عم نعمل فات بيرنينج والويت تريننج هو بيساعد اكثر تو بيرن فات اتس نوت مش بخلال التمرين من بعد ما نخلص التمرين هذا الشيء بيعلي لي كذا نوع من هرمون بقلب جسمي هن بيخلوا هيدا الهرمونات اللي هي تحرق الفات سو اذا انا تمرنت ساعه جسمي بيحرق ست ساعات لقدام اها هالجوع اللي بنحسه بعد ما نعمل رياضه سوفي شو حالته وشو الانسب كمان من الغذاء مزبوط حالته انه نحن ناخذ نختار اهم شيء نختار الاشياء فيها شوي بروتين لانه البروتين بتقعد بتطول تتنهضم مع ندمج شويه فات يعني رايت فات مثل ما حكينا البينات باتر قلوبات نيه كثير مهم نحن بنفكر انه القلوبات النيه بس فيها فات بس هي فيها كمان جرام بروتين كميه كثير قليله ايه كميه قليله أوكي. يعني نحن ربع الكوب جوز او ربع كوب لوز فيهم كميه بروتين اكثر ما فيها البيضه الوحده يعني فيهم 7 جرام بروتين البيضه الوحده فيها 6 جرام بروتين سو نحن وي هاف تو ميكس اكزاكتلي نرجع بنقول ما في الانسان لوحده بيقيم حاله انا شو بناسبني اي نوع دايت بده ناس مختصين تساعده مزبوط سوفي ثانك يو لحضورك معنا كمان نضال اهلا وسهلا فيك شكرا لحضوركم بهالسيجمنت وكمان نتشكر كل المشاهدين عم بتابعونا على قناه روتانا خليجيه اكيد فيكم تنضموا لنا على ال بي سي لنتابع بقيه فقراتنا لليوم الشاف مبين وراي وطبق البرغل والفات وال رح نتابع بمواضيعنا بعد هالبريك القصير خليكم برفقتنا شامل عن اخر عروض الازياء وابرز اخبار الموضه ضمن رانواي فاشن شوز كواليس الرانويز ومقابلات مع المصممين بالاضافه لعده ريبورتس خاصه من الفاشن ويك
اكثر مفيد رانوي بيخدكن على عالم الموضه. رانوي تنين الساعه 7 المساء على ال بي سي. بلقيس زي ما انا في البوم جديد من 14 اغنيه. وحياتك يا حبيبي ما عم بقدرنا. البوم الفنانه بلقيس زي ما انا. وعلي علي صوت يا دي جي نسيني تعب قلبي. بلقيس زي ما انا. في الأسواق إنتاج وتوزيع روتانا. سامحني يا معلم. سامحني يا ابني. صفة من صفات الإله. أنا سواق ومسافر. ظلمت ناس كتير. إحنا بشر. عبد موتى ما سابش حاجة ما عملهاش. أقصى الفؤاد. دايما الجواز بيعتبروه حاجه مش رومانسيه. انا بعتبره قمه الرومانسيه. استمتع بكل لحظه بقعدتنا بالشاي بالعشاء. وهذا الوقت بحسه انه هو مهم لإلي ومهم لإلهم انه نكون سوا. نحن مستمتعين مع اصحابنا وخلصنا. الاحد الساعه 7 المساء على ال بي سي. جاية من دار ميميس. من عرمون عليك. من بيروت. جبال. بدي أعمل طبخة بتصور إنها جديدة. حبيبي انسى انسى الوحيد. خضرة مشكلة، بازيلا، جزر. عم تشتغل بتقولي لهم شوفوا. والله شغلة حلوة. من المفروض إنه الإنسان يتعلم. احضرونا وشوفوا شو عنا شي جديد. عنار لطيفة يوميا الساعة 12:30 الظهر على ال بي سي. اتركوني اتركوني رح تلزق الطنجرة. شو بدك تحريك؟ ايه عم بحرك احسن ما تلزق. هلا بعد شوي بخبر المشاهدين كيف عملتها. يلا ماشي. لهالوصفه رح نتابع شيف معك اكيد. نعم. ونشوف هلا شو رح نحضر الطبق الثاني. هلا عنا ستارترز سالمون. عندي هو السومو قطع بورشن مثل ما هنف. اوكي. سومو طازه. شو؟ قطعتهم هيك بطويله كانه سلايس. هودي فري بلا مش في مي عادي السومو العادي. اوكي. حامل السومو طرطار على جنب وزين الصحن تبعهم. اول شيء بلشنا بال يعني هول رح ينحطوا هيك بقلب الصحن. منظر بس اذا وهون رح تقصر رح تقصص هيك قصن كبيت. ايه مع حتات زعتر شوي البلدي. شوية قصعين. اوكي. عندنا البصل
هي دائما بتنعمل هيك التارتار دو سومو؟ لازم يكون فيها. لا لا انا هيدي اليوم انا زيدا يعني هيدا الشيء من اختصاصك انت على طريقتك على البلد يعني تارتار على اللبناني على اللبناني لاحظنا انه دائما عم بتحط زعتر نعم زعتر والقصعين والاشياء البلديه بحب استعملها كثير لانه عم نبعد عنها شوي بالمطابخ تبعنا. اوكي خلينا نبلش بالتحضير. رح احط شوية كمان هيدا الزعفران. نعم شوي ما زال موجود بنستعمل منه شوي بيعطي طعمين. نبلش بالزعتر والقصعين. حطينا البصل الناعم، حنزيد شوي البصل. الكمية قد ايه هون تقريبا؟ شوي يعني بورشن وحدة بورشن حسب الذوق يمكن لا قصدي بالنسبة للزعتر ما كثير مكترين فيه بيعطي بورة هي تضل طعمة السومو هي الأقوى لأنه إجمالا هيدا الصحن هو السومو بالأساس. هون حستعمل الكاب كمان كاب رح أفرم كم حبة كاب شوي نعم وكله بنقطعهم صغار ناعمين. هيدي الكاب صارت جاهزة. اوكي هون الكاب وعادة بيضيفوا لها شيء يعني مثل الصوص ولا هيك بتكون؟ اللي بيعمل لها الصوص هو شوية عصير حامض شوية موتارد اوكي عصير حامض هون حستعمل وحدة زيت الزيتون زيت الزيتون مزبوط يلا انا بساعدك بزيت الزيتون نقطتين نحط خليهم يجمعوا هيك؟ ايه بعد هلا بنزيد لها الملح والبهار اللي فلت الدايتشن لا مع انه زيت الزيتون منيح صحي معنا من بدر اوكي حنزيد هون حبه الزيت حنشيلها انا رشه الملح نعم اوكي رشه بهار ابيض اوكي مبدئيا هيدي صارت جاهزه نخلطها بعد شوي زيت زيتون بعد بدها كيف عرفت انه بعد بدها؟ لانه الميكس بعد ما بين الصوص بقلبه مزبوط اوكي فحتين هيك الستات البيوت عم بحضروا هالطبق يعرفوا بنخلطها كلها سوا مع بعضها اوكي البصل تكمش بعض نعم. كلها البصل والسلمون والزعتر والقصعين طيب شو كيف عادة غير هالطريقة كيف تنعمل تارتار دو سومو غير شو فينا نعمل بس سومو وبصل سومو وبصل زيت زيتون موتارد اذا بدنا نستعمل محل زيت الزيتون فينا نستعمل مايونيز هي التارتار الفكرة انه نحن نفرم السومو ونحن بنفوت النخات اللي اوكي ممكن ندخل يمكن كمان بداله التونة كمان مع السومو تونة تارتار اذا بدك مع بعض بيطلع طيب تونة وسمو ولا لا؟ معقولة تونة مع التونة فريش مع السمو معقولة كتير معقولة. بتطلع كتير طيبة اوكي هون حطهم بالسيركل الطعم اللي حتطلع هلا قوية هي طعمة الزعتر بدي اقول لك الريحة لهلا اللي عم شمها هي ريحة الزعتر هيدي السمو عم نسكبها بقلب السيركل تبعا اوكي ورح نحط شيء على الوجه ولا خلص هيك مثل ما هي؟ إذا بدك نستعمل حبة رايدس مسلوق يلا حجيبها من البراد بنرجع نحط زيت الزيتون اوكي رح اجيب لك انا الطبق اوكي تفضل ثانك يو هلا هون بنحط كم حبة خبز بالصحن بلا بهيدي؟ إذا بدك اوكي النص هيك بنوقفها سوري تاخذ الشكل الحلو بالصحن وهيدا الطبق الثاني صار جاهز نعم لكن اول شيء عملنا اللبنه مع تشيكن سلاد صح هيدا شوية زيت زيتون عليها هلا بردوا عنك انا ما رح اقدر هون شوية اوكي زيت زيتون على السمو وعلى ال نعم هون حستعمل شوية موتارد كمان بس للزينة بقلب ال اوكي هون على هيدي اوكي هلا اللي بحب فيه زيد يمكن صويا صوص تطلع طيبة صويا اذا عندك كرامة كانت صغيرة او شيء حيلا شيء بتحب تزيدي وهيدا كمان زعفران على الوجه وعلى الخشبة بيعطي ديكور على السلمون عم نشوفها هلا مبينه على الهواء البرزنتاسيون كثير حلوه ميرسي شيف اكيد يعطيك الف عافيه رح ننتقل نحكي شوي عن الطبق الثاني اللي هو برغل على بندوره برغل على بندوره يعني كمان. طبق شعبي لبناني نعم ايه هيدي كبرنا شوي الطنجره اليوم تناكل نحن والشباب كلنا بالاستوديو شفتوا الشيف يا شباب و
زيد لنا الزعتر البري كمان مع القصعين. اوكي هون مثلا قد ايه عامل كم؟ هون 2 كيلو برغول. 2 كيلو برغول تقريبا شي 2 كيلو بندوره فرمناهم مع كيلو بصل. يعني عاده بس يكون مثلا كيلو برغول كيلو بندوره وقبيله ولا مش بالضروره؟ كيلو برغول بده 2 كيلو تقريبا بندوره، يعني حسب البندوره المستويه. لكن هون 2 كيلو برغول قد ايه حتطلع؟ زيد للصوص. اوكي الصوص اجمالا تتعاملي مثلا لتر الصوص بدك 2 كيلو او 3 كيلو بندوره تعملي صوص. هلا هيدي الطبخه اجمالا بتاخذ رب البندوره، ببلش فيها بصل، بقلل البصل مع زيت الزيتون. بصل قد ايه حطيت؟ بصل كيلو. كيلو 2 كيلو برغول، كيلو بصل، 2 كيلو بندوره، كيلو صوص بندوره مع شويه رب البندوره. اوكي واخر شيء زدت لهم البرغل لما يغلي المي، وغليت اصلا بالمي هي وعم تغلي، حطيت الزعتر البري وحطيت القصعين تيعطي الطعم. تي القصعين. وقد ايه حطيت مي تقريبا؟ لنص مي ل 2 كيلو برغول بدك بحدود 3 لتر ونص مي، لانه البرغل بيرجع بيسحب المي وبينفش مثل الرز. اوكي واجمالا كمان هي فيها صوص البندوره كلها على بعض، يعني نحن مستعملين 2 كيلو 3 كيلو، بتصير الطنجره بحدود 7 كيلو 8 كيلو مع البندوره البندوره والمي والصوص طماط، بتكتر الكميه كثير. وشايف حسب ما عم بلاحظ انه هيك منا منشفه، بتحسها مسقسقه. ايه اهم شيء تضل هيك، يعني هيدي مش الكل بتطلع معهم هيك. بدك هذا شو للطريقه كيف تنعمل؟ نعم. اذا حطيت صوص بندوره مزبوط وحط رب البندوره مزبوط وشغلتيها بالطريقه المزبوطه حتضل شوي فيها الليكيد اللي شايفينه سوا نحن. اوكي بتكون مش يعني عاطي نفس بالاكل شوي وكرمتيها للطبخه بالبندوره وبصوص البندوره اهم شيء. اوكي ولازم تضلها هي وعم تغلي لازم تخليها مثل الرز مسكره. نعم. يعني كل الوقت مسكره. اذا حسيتي فيها كثير مي على الاخر بعدين فيها كميه المي بعدها كبيره شو بتعمل؟ بتخليها مكشوفه شوي بتخليها على نار خفيفه ومكشوفه، بتشيل البخار يطلع منها. بتنشف بيطلع منها البخار شوي شوي، بتخف الكميه المي، بنرجع بنغطيها بنخلي مجال شويه مي او شويه الاكيد بقلب الطنجره للتسخين. اوكي اذا بحال عزناها بدنا نسخنها مثل ما حاعمل هلا باخر الحلقه. اوكي حاسكبها بهذا الجار. طيب وعاده مثلا بالرز مثلا بس نحضره بالبيت بيقولوا بس يخلص حط له شقفه هون. الشقفه بتخلي الحراره بس ما في شيء، مش انه قلبي بنبت احسن. لا اذا يعني كيف بدك توصل على مرحله الاستواء بعد بده نقول دقيقتين على النار. اوكي وبعد فيه شوية مي بتطفي انت تحت منه بتحط بتلف الشقفة، هيدي الشقفة ما بتخلي الفابور يطلع من قلب الطنجرة. هيدي هي بتخلي الحماوة جوا، فهاللي اكيد بدقيقتين انت اللي لازم تخليه على النار، انت شلتيه بتخليه 10 دقائق برات النار ساعتها مع هيدي الشقفة والفابور عم تطلع منها، بصير الرز عم يستوي منه لحاله بلا حق بلا نار. هيدي هي. عرفتي كيف؟ طب طبخ البرغل على بندوره قد ايه اخذت معك تقريبا وقت؟ بتاخذ بحدود النص ساعة، ما بدها شغل كثير. حتى البرغل ما بدها اكثر من الرز، لانه الرز اسرع. ولا هيدي فيها رز اجمالا بنعمله نحن رز عادي، اذا رز بقلب بايلا او شيء كمان بده ياخذ نفس الوقت، ياخذ ذات الشيء ثلاث ارباع الساعة لانه فيه مكونات غير الرز. شاف يعطيك الف عافية، يعني اليوم محضر لنا ثلاث اطباق. اكيد رح نرجع باخر الحلقه ندوق يلي حضرت لنا اياه. ميرسي. انا اوريدي دائما ما بنطر لاخر الحلقه، لازم ندوق من كل شيء. بقول لكم انه كثير طيب وتفضلوا لعنا اذا بدكم. رح ننتقل هلا لعند ساشا وخبير التجميل نبيل مخول. اهلا وسهلا نبيل. اهلا فيك نانسي، اشتقنا. وانا كمان اشتقت لك. وانا اشتقت لك كمان نبيل. اهلا وسهلا فيك. ويلكم باك ساشا، كثير انبسطت انه كمان انه رجعت انا وياك على الهواء. رجعنا باك اون تراك. نبيل فيس ديزاينر للو تروفي، كمان مثل ما سبق وحكينا بحلقات سابقه، شو اخبارك؟ انا منيح الحمد لله. شو رح نشوف اليوم؟ رح نشوف هيك كمان شيء سريع عن موضة الصيف كيف ممكن نشتغل، ورح نشوف كمان كيف ممكن نحن باقل كميه مكياج مع رموش كثيفه نقدر نحلل عيني كثير. يعني بفهم انه الاساس المكياج الحلو صار اليوم الرموش. لا هو التان الحلو. التان الحلو ما في زعبره. ونرجع بعدين انه بنشوف كمان انه قد الرموش بياثروا. طيب شو رح نبلش اول شيء نبيل؟ حضرت الموديل اللي معك، حطيت لها تان؟ اكيد حطيت لها تان لشغله وحده انه حتى نشوف الوجه نقي ورجعنا قصمناه مثل ما لازم. هلا حتى نقدر نضوي اكثر الوجه ونعطيه الشيب الاوفال، رح بلش بالبلاس. البلاش كمان في الوان خاصه بالصيف؟ في الوان خاصه بالصيف حسب الوان الموضه بشو بتتراوح، بس اكيد في عندك الوان كلاسيكيه اللي هن مثلا البرونز وهول الاشياء، وبيرجع بعدين بفوت انه عندك الوان البيتش موضه هاي السنه، بيرجع بعدين انه مثلا البلاش اللي فيه لمعه
كمان الهايلايتر اللي بتحطيه على الخدود قد ايه بياثر كمان تيعطيك حجم اكثر للخدود. هالمكياج عم نشوفه لموده صيف موده صيف 2015 حتى فيها العروس تستخدمه. اوكي يعني مكياج كثير خفيف. مكياج نوعا ما خفيف، مش كثير خفيف. هلا هو كالوان وهيك بتشوفي انه الوان جدا طبيعيه، بس بتشوفي بعدين عند اضافه الرموش قد ايه ممكن يختلف هذا الميك اب من ميك اب طبيعي لميك اب ممكن تستخدمه كمان لسهره. سو هلا عم بتحط عم بحط انا الاومبر اللي فيه اضاءه. أوكي. عم بستعمل لون ابيض على ذهبي. هون كمان بيلعب دور لون البشره السيد اذا شقره ولا سمراء، كمان الالوان بتاثر صح؟ اكيد بدنا نحترم هيدا الشيء. يعني هلا الموديل اللي موجوده معي اليوم بتشوفي انه لون شعرها اشقر، عينيها ملونه، بشرتها منا كثير فاتحه. هلا نحن غمقنا لون التان تفرجيكي انه قد ايه ممكن كمان بالبرونزاج تقدري تدخل هيك الوان. صح، بتقدري تزيدي الوان يمكن تعتبريها شوي جريئه، بس هي انه كمان بنفس الوقت هالالوان ممكن تستفيدي منها. اوكي. باضافه يعني بمزجها كلها مع بعض. هول الالوان بنستخدمهم يعني عم نحكي عن البني، الزهر الفاتح. مزبوط 100%. فيهم شوي لمعيه. هلا مثلا عم بستعمل انا اللون البرونز اللي جاي على بيتش، عم بستعمله على عظمه العين. قوي هاللون، يعني بدك تعرف وين. مزبوط، يعني هو في شغله انا لانه استعملت الهايلايتر قبل ابيض على ذهبي، بس استعمل اللون القوي لاحظي انه ما بيبين كثير قوي على العين. وبنمده كمان لبرات العين. فينا نمده لبرات العين لشغله وحده، انه لانه هو التكستشر اللي فيها لمعه فيك ترجعي بعدين بفرشيه البلاش بدون ما تزيدي بتمديهم هيك شوي صغيره بتلاقيهم انمزجوا مع بعض وصار الشادو موصول بالبلاش وبطل في عندك انه تبين الشادو لحاله 100%. هلا رح استعمل لون ذهبي من الالوان الكثير رائجه بالصيفيه. اوكي، يعني عم نحكي عن اي الوان؟ يعني انا اليوم عم بشتغل الوان بيتش، الوان ذهبي، الوان برونز. اوكي. هول بنشوفهم دائما بالصيفيه بيحتلوا الصداره بال بموضه الالوان. هلا اكيد بيجي في تفاوت شوي صغيره باللون. اوكي، بتذكر يمكن موسم الماضي بالصيف شفنا الوان ما كنا نستخدمها قبل بالاي شادوز. مزبوط، عم نحكي عن لون النيلي 100%. شوي ندخله الوان الاكوا شفناها كمان، شفنا الوان الموف مع الذهبي. هلا لا ايه هلا عم نشوف انه الالوان شوي انه كلاسيكيه مع بعض الاضافات الصغيره عليها. يعني بتشوفي انه مثلا هون الجراي جاي فيه لمعه، وفي عندك كمان الجراي على ازرق، بتشوفي مثلا البني المحمر، بتشوفي يعني اخف شوي من الالوان. ايه اخف لانه هي السنه الموضه هي اروق اكثر. هلا بدي احط اي لاينر. والاي لاينر كمان ما بتبطل موضه، بحدد شكل العين. اول شيء بحدد شكل العين، ثاني شغله اللي بيصير انه غير انه بحدد شكل العين فيك انت تصلحي شكل العين مثل ما بدك. يعني هون بنشوف انه هي عينيها بالاساس شوي دائريه بتطويله الاي لاينر، لاحظي انه صار في عندنا وسع للعين، صارت العين لوزيه اكثر. هلا رح نشوف مع الرموش قد ايه بيفرق الميك اب. رح يفرق كثير الميك اب معنا. وراح تستعمل رمش رمش ولا السات الكامل؟ رح استعمل السات الكامل تفرجيكي انه ما ببين كثير انه. هلا انا اليوم لانه الميك اب كثير سمبل قصدت انه استعمل رموش كثيفه، لانه هلا صرتي بتشوفي انه اي سيده هي ورايحه على شغلها بتكون حاطه رموش مستعاره. بس مهم نعرف نختار اي نوع رموش كمان. 100%، اول شيء بدك تعرفي تختاري نوع رموش واي شكل بناسب العين اللي موجوده معك. يعني انا هون لليوم حتى اعطي وسع للنظره اكثر، لانه في مدى بين العين والحاجب، اخترت رموش كثيفه على كعبه وطويله بالنص حتى تعطي تخصيل للرموش. هلا اكيد انه ما في شيء بجمل العين الا القلم الاسود بقلب العين. بقلب العين رح تحط اي شادو تحت العين اكيد حتى اعطي كمان وسع للنظره اكثر.
والحواجب كمان معلمهم علمتهم بايسادو بالنمات حتى يعطينا منظر كثير طبيعي. بعدنا عم نشوف الحواجب العراض مثل قبل ولا لا؟ عم نرجع لكل شيء طبيعي؟ لا، الحواجب العراض كمان هي السنه كثير مسيطرين على الموضه، بس انه في شغله بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه الحاجب اللي كنا نشوفه قبل كثير طالع لفوق بطل دارج، صار هلا الحاجب العريض من الاول بيرجع بيطلع على الطرف وبيرجع في انحناء شوي بسيط لل ومش يعني ما بتطلع بالوجه بتلاقي بس حواجب، عرفت؟ أكيد. يعني لازم اللوك يكون مضبوط. هو دائما اصلا بتاخذي بعين الاعتبار انه قياس الحاجب هو من زاويه المنخار على بدايه العين بيكون بلش الحاجب، ببلش من نفس الزاويه على نهايه العين بيخلص معك الحاجب، فتعرفي وين طلعت الحاجب من نفس النقطة على وسط العين، بتعرفي ساعتها الارك تبع الحاجب. والحواجب شو بتأثر كمان على النظرة؟ ممكن تبين الست هيك زعلانة حزينة، بس هو لا، يعني شكل الحاجب عادة بيكون غلط بالمش. 100% شكل الحاجب كثير بيأثر، لأنه مثل كأنه عم بتشوفي صورة بلا كادر، ما بتلاقيها كثير عاطية قيمتها، بس وقت اللي بتجي بتحدديها بكادر ساعتها أنت بتبين عندك قد إيه بارزة. عم نحدد انا العين من تحت، عم تشوف انه الاي شادو عم حطه شوي عريض تحت العين لشغله وحده حتى اعطي انا حجم للعين اكثر وبنفس الوقت هيك بكون انا اعطيت عرض للوجه اكثر، بكون اختصرت من طوله. شو اللون اللي عم تحطه؟ عم حط لون براون كثير طبيعي، لون البني صح، وبرجع بعدين بحدد كعب الرموس باللون الاسود حتى ما يبين فرق يعني بين اللون البني والقلم الاسود بقلب العين. حتى يكون في دائما هيك مثل يعني تابعين لبعضه، تناسق بين الرموش. عم حط الشادو الاسود هلا انمزجوا البني والاسود مع بعض، هون صار في عندي ما بين هيك ما بين محدد اول شيء، وبنفس الوقت انه عطي شكل احلى للعين ووسع للنظره اكثر. شو رايك نبيل بالكونتورينج هلا؟ نحدد شوي الوجه، نخبي العيوب، هلا نقدر نصغر الانف اكيد هو في شغله انه الكونتورينج هو من بدايات يعني المكياج، يعني من اول مدارس المكياج هي كانت الكونتورينج، لانه بتعرفي كثير منيح بالنسبه للكاميرا، الكاميرا دائما بتضخم كل اشكال الوجوه، مشان هيك نحن بنعتمد الكونتورينج خصوصي للصوره لحتى يعطينا هال 3 دايمنشنال ميك اب، مكياج الثلاثي الابعاد، حتى مثل ما بتكوني انت بالطبيعه مثل ما بتكوني بالصوره. بس الابرار بيفضح اذا ما انعمل بطريقه صحيحه. 100% يعني في شغله هون بدك تحترمي قياسات الوجه، بنفس الوقت انه بدك تشوفي انه شو هو التصليحات اللي بدك انت تعمليها. لاحظي هون انا رجعت كملت الزاويه تبعول ال وصلت الاي لاينر، هيك بيعطي سحبه للعين اكثر. اوكي، ما يبين هيك مقطوش او 100% هيك بنشوف انه صار في عندنا العيون. عم استخدم الاي لاينر الجيل الووتر بروف لشغله وحده، انه في حال دمعت السيده بحيالها مناسبه. دائما بتستخدمه بالمكياج لدرجه شوف قد صار فيه لدرجه انه بحاجه لكل يوم اي لاينر. ايه يعني هو في شغله انه هيك في حال دمعت السيده او ما بيشط الميك اب، ما بيشط الميك اب ولا بيصير له شيء. لوك داون. قبل ما نحط الرموش بنحط ماسكارا، بنحط شوي صغيره ماسكارا لشغله انه حتى ما يبين في فاصل بين الرموش المستعاره وبين وفي حال كانت السيده هي نفسها عم بتركب الرموش بهيدي الطريقه، ساعتها بتعرف انه في عندها اساس متين تقدر تلقي عليه الرموش. اوكي، حتى ما يركب الرمش حاجب. وشو صارت اول ما تعلمنا نحط الرموش وخصم بس نكون معصبين والايد عم ترجو، او مثلا مأخرين على الهواء نبيل وينك؟ اوكي، لك بتصدق انا اذا بشوفهم هول بنقز منهم الرموش. شيء طبيعي، بس لاحظي انه سماكه الرمش هي بالكعب والطول اللي فيه هو مخصل بشكل انه بيعطي وسع للنظره كثير، وبنفس الوقت بيعطي عمق للنظره لانه كعبه سميك. شوف هلا كيف ببينوا كمان على العين.
بيروح لعروس مثل ما قلت هالمكياج اي نبيل؟ بيروح لعروس، وفي حال كان مثلا عندها مدى كثير كبير بين العين والحاجب فيها كمان تستخدم هول الرموش، ببين جدا مناسب لعينها. شو ممكن نغير ب لوكا بليز؟ لاحظي شغله قد ايه اختلف شكل العين. ايه بالاخير بدها شوية تعليق. ايه فرق منيح الميك اب مع الرموش. وبتمشي على قد الايلاينر بس نحط الرموش؟ ما هو انا في شغله انه صرت معود يعني على شكل الرمش، بعرف قد ايه بدي مد بالايلاينر، شيء طبيعي، المفروض يكون يعني نهايه الرمش من بعدها في نهايه الايلاينر. للعروس ممكن نزيد لها شوي اي شادوز هيك براقة أكثر، ممكن نضيف شوية اي شادو فيها جلتر كثير ناعم، هذا الشيء بيعطيها نعومة أكثر للميك اب، وبنفس الوقت بيعطيها إضاءة أكثر للعينين. اوكي أنا بصراحة ريحة الأكل كثير عم بتشهيني. سيدي ركز. ما سبقتني بدي اقول لك الشيف بلش قال لي وينك يا نانسي توقفي حده بالمطبخ. هلا اذا عندنا سيجمنت مع الشيف بعد البريك لازم نانسي تكون. نانسي وهي والقلي وهيك صاحبة كثير. بحسها طباخة ماهرة مع انه ولا مرة انا دقت من اكلتها. وهي كمان كرمالك ساشا بما انه حكينا عن كرمال عيوني. كرمال عيونك ساشا بما انه حكيتي عن الشادو فيه لمعه، عم بستعمل شادو ابيض على ذهبي فيه بقلبه شوية جلتر، جلتر كثير ناعم. من اول العين بس بتحطها شوي؟ هلا في كمل كمان على الاي شادو وفي اتركها. انت بتحبيهم هول لانه انت بتعملي مكياجك عادة. ايه. هالقصص والخبار. بعد عم بتلحقي تعملي مكياجي؟ يعني امرار اذا ماجي مثلا ما لحقت توصل على الاستوديو بنلبي حالنا. مزجتهم كمان مع الالوان حتى ما يبينوا هيك. ما يبين انه مثل بقع الاي شادو. هون كمان حتى رجعنا مكنا الرمش. هلا رح زيد كمان هايلايتر. هايلايتر اذا بتشوفي انه هيدا اللون جاي بيج وفي بقلبه لمعه، بتقولي انه معقول حدا يستعمل هيك لون بلاش وبيج مش مايل على بياض يعني مايل على بنشوفه فاتح او على ابيض اكثر. لا هيدا على يعني بيج على اصفر اكثر. ايه لأن بنعرف انه اللون الاصفر هو اكثر لون بيلقط اضاءه. قربت تحت العين يعني مش بس على 100% ونفس الهايلايتر عم بعمل فيه تعديلات بسيطة للمنخار. فينا كمان من الاي شادو اللي استعملناه اللي بيلمع فينا نزيد هون. اوكي مش ضروري نغمق حد حوالي الانف يعني هيك في شغلة انه هي انفها كثير رفيع، اذا بدي غمق من هون بصير كثير صغير نسبة للحجم. بس فتحت من هون لحتى يلقط اضاءة ويعطي شكل مرسوم اكثر. طب نبيل عادة نحن بس نخلص البلاش بنعمل هيك ضربة على الجبين على الدقن 100% مضبوطة 100% مضبوطة. اخر شيء بتطلعي انه في عندك بلاش من هون، في عندك بقحة من هون مش معروف شو لونها، وبقحة من هون مش معروف شو لونها، واذا باقي من الفرشاة حطيهم على راس المنخار. ايه هيك في حكي عم تحطي بلاش زهر ساعتها ببين انه في عندك منخار اكبر. ببين كانه هون اكله ضربه وبنفس الوقت انه كانه ناسي تحط يعني بالبلاش. لاحظت انك بس حددت الخدود 100% حددتهم بطريقه. هلا انا قبل تحت الهواء كنت عامل شوي كونتورينج للخد حتى اوكي لانه بين في صحبه بالخد بنقدر نشوفها 100%. هلا نوصل لنحدد الشفاف. قديش قادرين نستعمل بالكونتور او اي لون نكبر شوي شفافنا من دون ما كل ما كان اللون فاتح كل ما اعطيك كبر اكثر للشفه. وبنفس الوقت يعني لاحظي شغله انه مثلا انا عم برسم لا بصعوبه عم برسم شكل الشفه لانه عندي اياه هون ناشفين شوي صغيره. اها الحل دائما موجود. اكيد دائما موجود.
استرجي اعطيك البرايمر. تسترجي يعني لو ما عندي منه بقول لك لا. نبيل انترناشونال سيرتيفايد ميك اب انستراكتور، خبرنا شوي كيف نلت. هو بتعرفي في توأمه بين شركه التروفي ومعهد ASA American Education Center. بقى خلال تعليمي انا كان في اوديت من بريطانيا اجى حضر كلاسز عندي وارتقوا مع اداره المعهد وشركه التروفي انه يعينوني انترناشونال سيرتيفايد ميك اب انستراكتور، لانه كل التدريبات اللي عم بعملها انا كان بلبنان ولا برات لبنان لقوا انه المستوى انه جدا عالي، مشان هيك انه حبوا يخصصوني بهالشهاده. تكريم او الشهاده. شهاده هي هيدي بتضل مرافقتني كل عمري. مبروك يا نبيل، تبارك بعمرك. لكن حددنا الشفاف هون. صح، ولحظه انه كمان عم بعمل كل الكونتور بتعبي بما انه استعملت برايمر على الشفه صار فيها انا احط الكونتور وبالتالي بيكون صار في عندي كانه لون حمراء. مش مضطر تحط شيء، مش مضطر تزيد حمراء اكثر، وكوني اكيد انه الحمراء بتضاين لا ما بتروح، ما بتروح ابدا. هلا في حال مثلا حبيتي انه تزيدي حجم بالشفه فينا بالاي شادو المات بنمرق بخط تحت الشفه، هيك بنكون اعطيناها انتفاخ اكثر، برزنا الشفاف اكثر. يعني عاده بنشوف هالطريقه يعني بنتبعها مع الالوان الغامقه مثلا لون احمر الارنج، الالوان كمان فيك مثلا بالالوان البيتش وهيك. وهلا بما انه حابب انا زيد اضافه اكثر على الشفه حطيت شويه برايمر على البراس، حطيت باللون الذهبي. هيدا شو بيعطينا هيك اكلا بس هلا كانت احنا عندنا الحمرة على بيتش، هلا بهيدي الاضافه صارت الحمرة عندنا اياها بيتش على ذهبي على جولد. فتشوفي كمان شغله انه كيف فيك الاي شادو فيك تستخدميه حتى يصير حمرة. نبيل بحس عن جد يعني من كل مكياج انت بتعمله بتحب الالوان، يعني الوان يمكن نحن بنقول ما بنستعملها ان كان بالميك اب على العيون، نتعجب كيف تستعملها في بعض الصور كمان عم بيقطعوا مثلا لون الليلكي لون الموف ولون الموف مع بعضهم. يعني في شغله انه اوقات بحاجه تتعملي مكياجات جريئه، بس وقت تكوني عم تشتغلي شوتينج او شيء هيك بدك تطلعي شوي عن المألوف. ايه لتلفت كمان وتتميز 100%. اوقات مثلا بتكوني انت عم تستعملي الوان جريئه لحتى تركزي على الرمش اكثر مثلا. هول الاشياء لعبه الصوره، يعني بحس انه هيدي هوايتي اكثر ويمكن هيدا شغفي اكثر. مش كثير مزعجه الفوتوشوب اخباري انت بتعرفي بالصور اذا في فوتوشوب ولا لا. على كل حال بدي اقول انه نبيل هو كان خبير التجميل يوم عرسي ايه، فهو ولهلا بعد مش اخر صور. سو هيدا السر. كنا يا الله ملا صبحيه كانت مع نبيل. يعني في شغله انه اللي بفوت لعندي على الانستغرام بشوف انه في عندي صور الا ساشا لكل الاشخاص الا ساشا. وبعدني ببعث لك الصور. مش مشكلة، انا بدي اكبر الاولاد البنات بكره بعرس البنات. ايه اذا الله راد. لاحظي شغله كمان ساشا، لانه رمش 100% طبيعي عم بيكون في حط مسكره ويعطي تخطيلة الرمش كانه ما يبين كثير قوي 100%. مع هالتاتش الفاينل تاتش نبيل، شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم، وان شاء الله بنشوفك اكيد عن قريب مثل العاده، دائما فقره بتكون مميزه بحضورك نبيل. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. برنامج نجمة العرب ذا ستار كلنا عم نتابعه، عم بياخذ اصداء هالقد ايجابيه من كل المشاهدين اللي عم يتابعوا على البي سي قناه روتانا سينما. مثل ما رح نشوف نحن وياكم بهالتقرير رح نتعرف على مشتركه، ابرز مشتركه اسمها فرجانيه بن حمزه بالبرايم الاخير. خلينا نشوف التفاصيل نحن وياكم وبنرجع منتابع. أبا يابا سمعني يابا، ما لسه بدري يابا، لسه بدري.
كنت استنى يابا، كنا صفينا حسابنا. طب انت مش خايف تقابله يابا؟ مش خايف تقابله؟ طب هتقوله ايه؟ هتقوله ربيتها ازاي؟ طلعتها ايه؟ خايف يابا؟ ما انا كمان خايفة عليك. هتقوله انك خليتها تشتغل ايه؟ اتعلمت؟ ولا لا؟ عملت ايه في حياتها؟ هتقوله انك دمرتني يابا؟ ها؟ هتقوله انك دمرتني؟ ما انت خايف مني يابا. عارف يابا؟ انا فرحانة. اه النعم انا فرحانة. اول مرة احس نفسي قوية وافضل اتكلم وانا مش خايفة منك يابا. ده انا كان نفسي اتعلم يابا. كان نفسي اتعلم. كان نفسي ابقى حاجة كويسة. انا وقتها كنت هجيب فلوس. اه. بس انت بقى اخترت لي سكة تانية خالص. انما ايه؟ الحمد لله. ده انا كان نفسي الطم عليك يابا. كان نفسي الطم عليك. بس تقول ايه؟ انا هدعي لك يابا. اه. انا هدعي لك. الله لا يرحمك يابا. الله لا يرحمك يابا. الله لا يرحمك يابا. اه ده انت ضيعتني يابا. يابا ضيعني. الله لا يرحمك يابا. انا مش مسامحك يابا. انا مش مسامحك يابا. انا مش مسامحك يابا. اه يابا. الله لا يرحمك يابا. الله لا يرحمك يابا. الله لا يرحمك يابا. ما تنسوا تتابعوا الليلة برنامج دستار نجمة العرب على روتانا سينما. وطبعا هالديكار المميز يلي نحن اليوم قاعدين عليه هو من توقيع ضيفنا الفريد زخور. اهلا وسهلا فيك. هو من توقيع الفريد زخور بس تصاميمه واختراعهم في اتش صراحة يعني. كمان. بي هوم اوف اتش نحن هب مثل ما دائما بنقول موجود لا نعمل هيك سيلكشن ولا ننقي هيك كومبينيشن ما بين الدرسوار الصوفا السجاده الخشب اللي ورانا وكل التابلويات اللي شايفينهم حواليك. يا اهلا وسهلا فيك وهوم اوف اتش كمان اهلا وسهلا. الفريد على اي اساس اخترت هالديكور؟ خبرنا. ليكي الحيطان اللي موجوده الوانها مع الارض اللي موجوده حبيت اكثر شيء يلبي على هدول القصص وخاصه المطبخ اللي موجود حدنا. أوكي. كله لبي على بعضه بالفايب الخشبي اللي انا نقيته. نعم. وبالفايب الجلد وحسيت انه ببيروت والال بي سي كثير بيلبق لون كلاس لازم يكونوا كلاس ورافينه بنفس الوقت. لانه رحنا صوب الكاسليك ورحنا على الكاسليك وجينا. لا هدول منهم كلاسيكال كولكشن صراحه صبايا بس فيها تاتش. This is نيو كلاسيك. This is class بنفس الوقت لانه دارجه بال 2015 بس منها كلاسيك، كلاسيك فيها اكثر خشب، فيها اكثر نحت، فيها اكثر لمعيه، نحن هون فيها رافينيتد لاينز يعني بس في تاتش فينتج اكيد هيدي انا ما برضى بهوم اوف اتش ما يكون فيها تاتش فينتج صراحه، وي ونت تو بي نون بلبنان از ذا فينتج كوينز اند كينجز اوف البيسز مثل ما هن يعني القطع الفينتج او القديمه بتحس انه ما بتعطي تاتش مودرن لها، لا بتتركها مثل ما هي بتعطي هالستايل القديم يعني exactly. يعني هيك شوي قيمة الخشب اللي وراي مثلا اللي شايفينه هو خشب سنوبر بس اكيد مش سنوبر لبناني ولا سنوبر اجنبي هيدا على صناعة بيصنعوه okay. بيستعملوه بيعتقوه بيعتقوه بهالطريقة بلبنان ما بيقدروا خشب سنوبر بالنسبة لهم ما بيستعمل عرفتي شو بيستعملوا غير انواع بس انتم كمهندسين بتعرفوا اكثر بال اكزاكتلي بنعرف الذوق بنعرف ندخل المودة لاحظتي لون الخشب مع الحيط شو عطى هالافكت الورم الفايب اللي كثير دافية يعني بنفس الوقت انه عندكم هون انتم سبيس هذا السبيس حلو يتعبى لازم تستغل كل مطرح هيك exactly. exactly. والفري سبيس اللي هي حلوه بيضل في نفس للفرنتشر يعني وين ما تطلع يا مرتاحه مش مزروكه مش صح. حس حالك مقيد صح. طب بيوت شو اللي حتى انتم مستغربين انه هي منا طاوله هيدي طاوله تابوري بنفس الوقت اللي هي كثير دارجه هلا بال 2015 لشي 6 7 سنين واكثر من هيك العالم ما بقى عم بتحط طاوله كطاوله عم تحط تابوري
يلي هي معموله من اسفنج وقماش او جلد شو ما كانت تكون، حتى فيها تكون من خشب اجريها، وعليها بحطوا الغراض، بحطوا صينيه، عليها القهوه، عليها الصور، وبنفس الوقت النهار اللي ما بيكون عندنا استقبال فيها بنغطيها بطريقه جوتي وصينيه وفاز زهور بالنص او كادرين، يعني تستعمل الاثنين، غير اذا في شومينه فينا نقعد عليها و طيب افراد قد ايه هالستيل الناس بلبنان وبالوطن العربي عم بحبوه؟ ليك ما عم لحق صراحة من ورا ببيروت، من ورا البروجرام اللي عنا اياه على الراديو، من ورا المعارض اللي ننزل فيها والاعلان اللي بنعمله على السوشيال ميديا، من ورايا انا شخصيا قد ما العالم بتحبني صراحة، يعني منكم وجر اكيد العالم كثير عم تنبسط بالفايب اللي عم نوديها على بيوتها. عم بحبوك العالم عم بح... اكيد يعني. ما من ورايا بحبوا بضل عليه هيك طلق بالحكي. طب الفريد كمان لاحظنا انه الكاوتش اللي جنبك مختلفة، يعني الكالر او اللون حتى التيت اللي موجودة هونيك وغير ستايل اكزاكتلي كثير دارج الميكسينج اند ماتشينج، وقصد انا جبتها على ببيروت للعالم تقدر تقتنع مني وتشوف انه اخر تكه زبطت، يعني لو جبت لك صوفا جات حطيت لك هاي وانت ما كنت موجوده رحتي وجيتي ما رح تحبيها، بس شفتها وحطيتيها وحطيت هيدي وراها مزبوط. العالم بيقولوا انا بدي حط بار او باهو فاصل ورا الغراض تبعي، ايه ما ايه وراك ليكي شو حلو هلا اخذوا اخذوا فكره، بس بتعرف يمكن في ناس بخافوا افراد بيقولوا يمكن هيدي موضه هلا وبتروح وبتروح الموضه بهيدا اللايف ستايل باللايف ستايل انا باكد لكم 15 ل 20 سنه يعني ما بتروح غير هيك، كنت عم بحكي دائما جيت لعندكم وبقول لكم فيهم يغيروا تكيات، فيهم يغيروا الوان بالاكسسوار للصيف، انه تابلويات كثير هينه، انا هلا شيل تابلو حتى تابلو انه منها هالقد صعبه، وببيته للشخص كمان منها صعبه، هيدي الطاوله بحطوا عليها جوتيه لونه زهر احمر اخضر، تغيرت الفايب كلها على بعضها يعني، سو ترجع جاوبك اكزاكتلي انه هيدا اللايف ستايل عم يتقبلوه العالم وراح يضلوا يتقبلوه لانه كثير دارج فروم ناو تل 10 20 ييرز واكثر. وانت ما حتى لو كورنر خفيف صغير يمكن بالبيت مش ضروري يكون في سبيس، نقدر نعطي هيك تويست او اكيد دائما التويست اللي انت عم تحكي عنها كثير هينه لانه اتس ان ادد اون، يعني بيزيد الواحد على الايتم اللي هو عنده اياه، ما ضروري يغير او يروح يجيب شيء جديد ويحطه ببيته ماكسيموم كمان شو منه مكلف، يعني غيار بويه بالحيط، فينا نزيد ليزري بالحيط، بتروحي بتجيبي تلزيق ليزري مثلا لونه اخضر بيستاش او حتى هدول الديزاينز المعرقين بتجي وبتحطيهم على كونتور بيتك، بتعرفي شو بيعطي اليجنس هذا الديزاين، او على الارض بتروحي بتجيبي بريم ابيض وبتلزقي انت ست بيت فيها تعمله، يعني ما كيف ما بدها شيء يعني. بس الفريد هون عم بتطلع بحس انه القعده شوي شتويه، انت استقصدت صح اتز لانه قبل ما حكينا يمكن صح صح عن معك حق. ليك الجلد الجلد عنده ثين لاين بين صيف وشتاء بس عنده اليجنس صح اكيد كيف انه اذا بيتك بالجبل فاين بنصحك تحطي جلد لانه انه بيعطي هالاليغانس وهالدفى برا سقعه جوا انت قاعده على جلد انك مرتاحه. هون قصه الجلد بيرجع لذوق الزبون، ذوق وافضليته كيف هو بحب، يعني عرفتي كيف؟ ودائما بدنا نعرف بالجلد اكيد كاركتره، ودائما بدنا نعرف بالجلد عنده تايم لاين، يعني الجلد نو واي داين اكثر من اربع سنين بحف جلدك انت بحف كل جلد العالم بحف دونت وري انتم مفتوح عليكم التايم لاين، بس عم جرب اقول للكلاينتس انه وين يو جو وذ ليذر يور كلاس عندكم هالنيفو المعين من الستاندرد ليفرش جلد لينبسط بالجلد يلي هو فيه، يعني ما لازم يجي يقول لي انه الجلد مثلا حف او هيدا، هي جلده للانسان بحف وبغيره هيدا بويا طبيعي، يعني مش وبعدين بالعقل عينيه كمان اكيد بده اهتمام وبده دواء وكل الوقت بده واحد يهتم فيه، غير هيك تنروح جلد او قماش، قماش حتى بحف وبغير لونه وبينثر عن بعضه وبيبوخ، بس شو اوكي هي اربع سنين هيدي ثلاث سنين انه اسمحوا لنا فيها، جلد طبيعي اتس سمثينغ ناتشرال يعني. طب اذا بدي اعطي تاتش هيك كالرفل صيفيه شوي مع هيدا المود الشتوي اوكي شو ليكي مثل ما قلت لك بهيدي الطاوله كان فينا نزيد لها اللي دائما بنزيد لها اياها اللي هي الجتي، بنكبها للجتي او بنطويها اربعه وبنحطها كانه حريم، بدك اياها بتسحبيها وبتضغطي فيها. هلا تو اد اون عندك السجاده، العالم كثير مسكونسبشن تنسى ايه فيهم يعني انا ما انتبهت صراحه عم بتطلع على الديكوريشن هون ما انتبهت السجاده، هيدي السجاده منها شتويه، هي السجاده صيفيه، هيدي اتسراج يعني شيء كثير رقيق ما بيدفي الانفيرومون بس بحطه بطريقه كثير هيك منظر هي اكثر منا هيدي هي، نحن عندنا هيدي الاوبشن وعندنا الدفى، وقت نكون بالشتاء بنحط وحده سميكه، وقت نكون بالصيف بنحط وحده ريقه، غير هيك كل الاكسسوار اللي ورايا لازم يتغير
بالصيف لازم كله نروح على الوان فلاورز والوان مفرفحه، غير هيك نزيد لامبادير نضوي نشعشع الدنيا كلها. اتس سمر اتس سبرينج، هذا كله طيب. بيطلع فينا نزيد بلانت زهور من هون حلو. كله خلينا هلا نشوف المشاهير كيف بيزينوا بيتهم كيف exactly. يهتموا ببيته. كاميرون دياز، يا ويلي شو حكينا عنها كاميرون دياز. بدي اقول شغله عنها سبيسيفيكلي لكاميرون دياز، كثير اتفقت هي والديكوراتور تبعها ديكوراتريس، لو غير هيك ما كان طلع بيتها هيك. هي طلبت منها تحط لها بيتها هالفلفت بينك، لاينز الفلفت بينك، وتدخل فيها ميكستشر بين ايتم وايتم، مثل ما شايفين الصوره اللي موجوده، ما في صوفة مثل الثانيه، مثل ما عملت لكم هون، لاحظتي كيف؟ ما في شيء بيشبه بعض. هيدي هي، ما هي بدها ذس سباركل اند شاين. اف يو جوجل سباركل اند شاين، كاميرون دياز سباركل اند شاين، هي وكيلي اتفقوا مع بعض تو ديليفر ذس مسج، وهيدي هون اهميتي انا كشخص مزوق بالدومين، انه ودي المساج الصح للعالم اللي بدها اياها، واكيد يعني. والحلو انه مش انه مثلا بتشوف كل قطعه ما بتشبه الثانيه بشع، لا صح كثير لابقين على بعضها. بس في روح وحده يعني بالمكان. اوكي تنروح على ثاني سيلبرتي. ثاني اوه دايرا بانكس، هيدي انا ون اوف ماي فيفورت سيلبرتيز، لانه شخصيتها كثير قويه صراحه. ليك الابيض مع هالفاكيل ما ترجع اقول لك ليش كنت عم بحكي عن شخصيتها. Very rarely people بيتحشوا طاولة صفرة بزاوية ومحاطة بين شبكين، عرفتي؟ هي عم بتجرب تودي مساج للعالم انه انا موجودة وانا قاعدة وانا عم بجتمع مع العالم، يعني قديش قوية، فهمتي شو قصدي؟ على شخصية صاحب البيت يعني هيدي هي. فانه كانوا عم يحكوا عنها لتايرا بانكس انه قديش قوية، جمعت أربع أشخاص ممنوع حدا يزيد، يعني أربعة بتساع أربعة، كم القوة بين الشخص قديش بيقدر يودي. مشان هيك أنا مثلا إذا عم بفرش تنقول حيالله محل بيجي بيقول لي صاحب البيت بدي طاولة فور إكزامبل تنلعب ورق نلعب طاولة، بحط له كم شخص عادة، بيقول لي نحن جروب ستة، بحط له طاولة ستة، يعني هون كلوزد سيركل، ممنوع حدا يتدخل معنا ويفوت معنا. فهيدي هي الفكرة. صح يعني بخيلة يمكن مشان هيك تبع أشخاص بخيلة قصدي. أندي ماكداو بعتقد إذا هيدي ماني غلطان. بيتها كثير مودرن بس بنفس الوقت فيه كثير لايت. هون بدي ركز على شفته الخضار برا، شفته اللايتنج اللي موجود بالسقف. هذا شو احمر؟ هذا خشب. نو خشب, خشب. إيه؟ بريم خشب. بس الديكور اللي مفوته فيه فوته كثير مودرن، يعني مثل ما بيقولوا زايد الاوفر مودرن، يعني استعملت كراسي ستينلس، استعملت تريا مودرن، صوفا مودرن، بتحس منه ضيف ما كثير عايش. انا ما بحبه في شيء صراحه، منه حلو. انا شفت ساشا حتى قالت لي انه ما حبته، شفتي ما حسيته، ما حسيته خارجه. هيدي هي ليكي مش العجقه بالخضار، انت شفتي الخضار حسيتي عج... لو مسكره البراده مثلا ومثوره الصالون مثل ما هو بلا الايتمز على الطاوله كنت بتقولي لي هيدا مودرن، خرج مجله مثل شي براند عالميه، عرفتي؟ بس هون تركته ناتشرال، مصورينه على طبيعته. انا ما بنبسط اعيش بهيك انفايرمنت مثلا. ما بنبسط. يلا يس نو، ما رح يس نو، ما رح اشتري للبيت. جيلو عن جد جيلو، هيدا واحد من بيوتها، يعني اللي بده يلحق بيلحق. عدا اللي بعتهم، عدا اللي بعتهم واشتريتهم ورجعت بعتهم. هلا درجي هلا سم الريل استيت بين السليبرتيز. اوكي جيلو ليكي بيتها رايح بالطول، عرفتي كيف؟ رايح بالطول، ففاتت بالامريكان كيتشن ديزاين بالاول بريمير بلان. عندنا الامريكان كيتشن فيري سمبل فيري مينيماليستيك، انا ما بحبها اوبن سبيس. ايه انا اوبن سبيس، بس الامريكان كيتشن معموله للعالم اللي مثل جيلو، بيطلبوا اكل دائما، ما بيطبخوا، دائما معمولين انه فاست، بيجوا بياكلوا وبيعملوا اجتماعاتهم وبيفلوا. بيتها طالع رايح بالطول، منه كثير حلو، بس حبيت فرجيه هون للعالم تشوف الاوبشنز. عندنا بيت بالعرض، عندنا بيت كارو، عندنا بيت ريستورنت هون او بمطعم. هلا جاي اقول لك قد ما طويل مبين قاعده ورا قاعده ورا قاعده، يعني ما في كوزي، ما في وورم فايب بنفسه. اوكي نكست سيلبرتي ايمي بعتقد تبع ويل اند جريس. بيتها كثير كلاس بس يد ختياري شوي، عرفتي؟ انه ما بعرف كيف بدي اقول، انه اتس اولد، كثير اولد، يعني انه نتفت فينتج وود بي نايس، بس ذس از تو فينتج، يعني انه زدناها بالفينتج. انه اذا هلا هيك بعدين فكره هيدي هي بيت ختياريه مثل ما قلت ستي وجدي. يعني ركزي على الصوفيات اللي مستعملتهم. اوكي ركزي على التو فرنتشر بيسز اللي مستعملتهم على يمين وشمال الشمينه، والفرنتشر بيسز اللي مستعملتهم قدام الشباك مثل بعض. سجاده كثير حلوه، يعني ما فينا نحكي على الموضوع، انه سجاده رائعه، انه فيري اليجنت. اورايت على عم نحكي عن بيت ريس ويذرسبون، بدي ركز كمان اكثر على شيء على بيت ريت ويزرسبون، لانه فيه السكشن اللي فيه اللامبادارين هون منه مبين بالصوره، بس اللي بركز عليه هن مستعملين هيدي مثل اللي وراي. اوكي عرفتي كيف؟ حاطين سكشنال، حاطين عليها اثنين لامبادار، وبنفس الوقت فاصلين بين التشيمني اريا وبين السيتنج اريا، وكله لينن. هلا اللينن يعني ضارب بال 2015 بطريقه مش طبيعيه، يعني كثير رائع. كمان مع السليبرتيز
عن مين عم نحكي؟ جوينيث باترو. جوينيث باترو صراحة اتس ا فيري سبانيش ديزاين كيتشن. عملته بيقولوا حلو دخلك بيتها مظبوط، بيتها مهضوم، هي مهضومة ككل يعني. الفايب اللي مركبته بقلب بيتها فيري سبانيش اندستريال ريترو ديزاين، عجق يت كثير ورم وفيري ويلكمينج بنفس الوقت. هلا ما فيه فرنتشر سبيسيفيكلي هون، المطبخ بس بحد ذاته، بس انه فينا نعطي رأي ناقصة يس اور نو. انتم شو بتقولوا صبايا؟ يعني انا ما بقدر اخذ يعني من المطبخ قول، ما هيدي هي لانه من المطبخ. خلينا ننتقل على عجق كثير، يعني بيعجقني اكثر ما انا صح. مش وقتها مع الاولاد هلا ننعجق. اوكي باتريك دامسي تبع ولان تبع كانه حلو ولا لا؟ ولا كمان عامل كيتشن مفتوح؟ لا اللي حلو فيه هذا مش كيتشن مفتوح، عنده مثل ريسبشن مفتوحه بيعمل فيها نسكافيه وكل شيء، وطاوله مقبيل الاوضه القعده. حلو هيدي الفكره للعالم يعني، عندها مساحه ومش عارفه كيف تعبيها، مثلا روف صغير كيف فينا نستفيد منه، بين اوض النوم كوريدور او مساحه بين اوض النوم، كيف الواحد لازم يستفيد منها؟ هيدي الفكره الصح للواحد لازم يعملها، يعمل قعده صغيره، طاوله صغيره، لعب الورق، قعده، نسكافيه، قهوه، شغل مكتب صغير بنفس الوقت، وسكشنال دروسوار عليه النسكافيه، عليه الكتب، عليه المجلات، عليه الجرايد. هيدي كثير فانكشنال يعني، فيري سمارت اند فانكشنال موف. بتكفي كمان هلا عم نحكي عن بيت سامني غلطان سيندي كروفورد، لا مش سيندي كروفورد، بدي ارجع اشوف الصوره تقدر اعرف اكثر صراحه. سيندي كروفورد. ليك الالوان، انت عم تساليني كيف بنفوت بالسبرينج؟ شفتي كيف حاطه فلاورز وصحن وتكيات والوان وخضار واسبري وكله، واو رائع، واللون الازرق كان قاعده بهواي يعني شيء شيء. ليكي حتى انت وبلبنان، انت وبلبنان فيك تكوني قاعده بهواي يعني، ما تستغربوا هيدي الفكره انه العالم لا انا بلبنان انا كليشيه لازم امشي، طلعوا ليكوا كل العالم برا، ذيس از ذا يوروبيان لايف ستايل، ذا امريكان لايف ستايل، كلهم لاحقين انترناشونال براندز، وهوم اوف اتش از براند، نحن موجودين هون، نحن بنجيب هيك قصص لتساعدوا كمان الزباين يطلعوا. نحن هيك بنعمل يعني، نحن لما حدا يعطيني الاوبشن مثل ما عملت هون بنعمل هيك واحلى من هيك كمان، بنطلع بقصص واحد بس يعطيكم الثقه وساعتها اكيد اكيد. جيسيكا من جن ما كنا سوا. جيسيكا البا، بس بدي ركز على التابلويات اللي حطتهم عادة there's a standard. أنا قبل ما تقول هيك أنا بقول لك ليه ما حبيت الكنباية وما كثير كلاسيك. أوكي. مش هيك، ركزي على الألوان اللي فيها، عندك سجادة زرقاء، عندك كنباية زرقاء، وعندك حيط أزرق، بس كثير حسيت كأنه قاعدة بشي محل ناصر الحكيم. هذا مكتبة لأن مكتبة شفت ما عم قلك. أوكي so the vibe was delivered correctly. عرفتي مش غلط يعني، نجحت أكيد نجحت، رجعت من هيك لهيك هيك. إذا مكتبة أوكي فكرت بيتها لقيتها موجو هون صراحة. هيدي بيتها كمالة بيتها لكاميرون دياز، هيدي هيدي المنهاتن وقت اشتغلت مع كالي قرروا يعملوا كل هيدي الفايب، طلعوا معهم هيدي البيدروم كمان بنفس الوقت. لاحظتي السايد كابينت شو كبيرة؟ اتس فيري ويلكمينج لاغراضها، لكتبها، لللايتنج تبعها، لمرياتها، يعني على يمين وشمال التخت دائما حلو الواحد يكون عنده قصص تكون ويلكم له وتخصه وتساع، عرفتي كيف؟ سو بالنهايه الكلاينت اللي بده يتقرب منا بده يقول لنا وي لايك سيلبرتي ستايلز، وي لايك غرفه النوم ستايلز. يعني كمان كثير اساسي لراحه الشخص او صاحب المنزل، غرفته للنوم هي راحته. صح الفريد، رح نتابع معك ولكن رح نتوقف مع فاصل اعلاني، فتابعونا بعد هالبريك القصير. أربع صبايا تأهلن للمرحلة النهائية، ماريا سبيك من لبنان، شيرين سيف النصر من مصر، فرجانية بن حمزة من تونس، أماني الصيد من تونس. ترى من ستفوز بلقب ذا ستار نجمة العرب. ذا ستار نجمة العرب، الخميس الساعة 7 مساء على الـ LBC.
ببيروت مرة جديدة، بنرحب فيك ألفريد، أهلا وسهلا. وبتنضم لنا كمان زينة صليبي، أهلا وسهلا زينة. كيف هالقعدة معك؟ مريحة. إذا بتقولي لا يا زينة. لا إلا عن جد عشان إحنا يلا خلونا نتابع بالصور نحن وياك ألفريد كمان. سيلبرتيز دائما حلو الواحد يعرف ستايلهم كيف هن. صح، ونشوف رأيها لزينة كمان. هيدي السيلبرتي إذا ماني غلطان جون ريفرز. يعني مبين انه شيز ا كونتري جيرل، عرفتي كيف كل الادوات موجودين على الحيط تبع المصير تاع شيء از ا كونتري جيرل، يعني كثير قصص هيك كونتري وستايل اللي هي بتحبه بيرمز لبيتها. شو عن جد الانسان كيف مثلا كيف بيلبس زينه بنفس الوقت كيف بيفرش وكيف بيعيش، كثير بتعمل ريفلكشن للشخص بيشبهه اكيد. يعني خلينا ننتقل على السليبرتي هاوس الثاني. هيدا السليبرتي هاوس تبع مين اللي بتغني كمان كونتري، نزلت على اركيتكتشرال دايجست. يلا خليني بس اجي اسحب لها اسمها من هون. شيريل كرو. كانه مكتبه هاي شيريل كرو، هي هيدي الستدي اريا تبعها. شيريل كرو نزلوا لها اياها باركيتكتشرال دايجست لانه بدها هالاريا اللي هي طالبتها، كلها مكتب حواليها مكاتب وكتب وايدياز ولاونج لتقعد وتستريح وتقرا الكتاب اللي بدها تقريه مع شويه لايتنج موجود حواليها. حلو. خرج كمان هيدا الشيء يكون موجود. ايه عندها. اكيد هيدي الفايب الورم فايب اكزاكتلي. صحيح. هلا عن اي بيت سيلبرتي عم نحكي عنه؟ مايكل دوغلاس. حلو. مايكل دوغلاس. حلو. عن جد حلو. ايه بس يعني بس هيدا كانه اخر طابق بالبيت ولا هيدا لا كله بيت ارضي. كله بيت ارضي، هن هونيك كلهم بيفرشوا بهيدي الطريقه. ما عندهم عملت برمه هيك سريعه برمت شفتهم انا. لا بتعرفي انا اخر مره رحت لانه بتذكر انه كان اخر طابق مش هيك. لا انا انت بس تعطيك شوية بوينترز من الدومين تبعنا. وقت يكون في خضار، وقت يكون في فيو هيك مش غير بمايه شجره طويله وصلت لاخر طابق. لا لا انه اتس ا نايس وورمي فايب هاوس. مايكل دوغلاس فيرشو ستيل مكتب سكشن اللي مبلش عنده مكتب، بعدين عنده قاعده صغيره بوجه الشمينه، استعمال التريا الكبيره اللي موجوده بالخشب عطيه الورم فايب وذيس كاليفورنيا ستايل هاوس. اوكي. هلا هذا بيت سيلين ديون صراحه اللي شايفينه. انا بحب بيت سيلين ديون. بيت سيلين ديون اليوم ناقشناه صراحه. بس كنا عم نحكي عن موضوع ببيت سيلين ديون انه كله ابيض. ايه سيلين ديون انه في عالم ترتاح بالابيض. الواحد يكون عم يفرش بيته ابيض بيقول لا بدي غير الفرنتشر بدي اعملهم غير لون، بس لا سيلين ديون راحت بيور، يعني بقيت بالابيض، استعملت الابيض وحتى استعملت سجاده بيضاء واستعملت الكونسبت اللي هو فيزافي يلي انا غرامه استعمله هو الفيزافي اللي هو انكارنيشن اوف هوم اوف اتش، يعني هوم اوف اتش شغلته فيزافي، الاش هي فيزافي عنا يعني. فا وقت شو فيزافي مثل انه بحن على هيدا الشيء لانه غرامه. بركي كمان هي الحاله النفسيه اثرت عليها، مرات زوجها يمكن تفائلت بالابيض كله بيلعب دور. شو لك على هيدا الشيء كله بياثر اكيد مثل ما عم نشوف هالاوبن سبيس كمان وهالكلر الوايت. اوكي بنكفي بالصور. يلا هلا تنشوف السليبرتي اللي بعد هيدا، ما بدي اشوف هون مين. اها جينيفر لورنس نيو هاوس، هون حاطين السعر بس شايلينه لانه اشتريته من حدا مهم كمان. تخيل من جيسيكا البا او شيء. انا اصلا ما حبيت البراده صراحه. انا اصلا ما بحب البراده بالبيت، يعني انا بحب البيت يكون مثلا زيت وما يكون فيه البراد الستيل، يعني اللي بسكره وبيفتحوا هيك. ايه يعني مثلا انا عندي بالبيت هيك. انا بيتي اصلا لانه كثير فيه ازاز ووجهات كثير كبيره كثير حلو هيدا. ايه سو بس عامل الكيرتنز اللي بيطلعوا لفوق، يعني ما بحب البراد يعني. مودرن كيرتنز. واخر صورتين رح نشوفهم بما انه الوقت هيك عم بدهمنا. يلا اي سيلبرتي عم نحكي؟ بين عندك ولا لا؟ اه هيدا جيرار باتلر صراحة. اوكي. ليكي الفكرة بجيرار باتلر انه هو استعمل ذس جيم اوف ثرونز تايب اوف هاوس، عرفتي كيف؟ كثير جرأ وخلط كثير باللايتنج، طلعوا كم تريا حاطت بالسقف، حاطت اربع تريات ومنزلهم ومستعمل خشب كثير صعب. الكراسي القديمة اللي بتحسهم هيك على الطاولة. فكثير فيت بالجيم اوف ثرونز اللي هو يعني. بس ليكي دارج مع الفايب لانه الخشب اللي مستعملها حواليها والحجر كثير لوفتي ستايل. اوكي اخر صورة. أوكي. ما بعرف هيدي كانت اخر صورة، بعتقد هيدي كانت اخر صورة. اوكي رح نروح على بريك، بعد البريك رح ندوق كمان شو محضرنا الشيف، فباقيين معنا فاصل قصير واخير اليوم بحلقتنا ونتابع.
أنا في ألبوم جديد من 14 أغنية. وحياتك يا حبيبي ما عم بقدرنا. ألبوم الفنانة بلقيس زي ما أنا. وعلي علي صوت يا دي جي نسيني تعب قلبي. بلقيس زي ما أنا. في الأسواق إنتاج وتوزيع روتانا. إليسا في باريس الجمعة 15 مايو 2015 في لو بالي دي كونغري دو باريس. للحجز الاتصال. وأخيرا فرحة عمري بعيش أنا ليل ونهار وانت جنبي. شايف خبرنا شوي هيك بشكل سريع عن الطبق اللي عم نشوفه. عملنا تشيكن سلاد اول شيء، رجعنا عملنا سلمون تارتار كاسترتز، اخر شيء نهينا مع الاريدس من الاكوا بلو بالبرغل والبندوره. ان شاء الله يعطيكم العافيه. بقيت البرغل طيب؟ كثير طيبين، صحتين تفضل. المنظر كثير حلو اصلا، كل شيء بيشهي، احنا شايفينهم بعد كنا عم نطلع باك ستيج وعم نقول واو يعني عن جد. ثانك يو شيف، يعطيك الف عافيه. الفريد شكرا لحضورك معنا وللديكوريشن اليوم خصيتنا فيها برنامجنا. اليوم ودايما ودايما زنزونا دايما هيك بتنوري على الشو. بنشوفك نكست ويك اذا الله راد. لهون بنوصل لختام حلقتنا. كنت كثير مبسوطه عن جد برجعتي نانسي، بدي اشكر كل اللي تابعونا. وبكره كمان حلقه جديده من بيروت، فكونوا كثير على الموعد. سيجمنتس مواضيع افكار فقرات كثير مميزه، فكونوا كثير على الموعد. الى اللقاء. باي. تفضل.